الرحمن الرحيم. ان شاء الله نقول لك تطبيق على كده. يعني ايه اللي انا استفدت؟ انا كطبيب عايز اطبق المعلومات اللي انا خدتها النظره ديت. فكره عامه سريعه كده عن الادويه، ان هم تقريبا مجموعتين، مجموعه ادويه للكوليسترول اللي هو على راسها الاستاتينز، وبعدين الريزينز، وبعدين ليزيتيمايد. عرفنا كل واحد بيشتغل ازاي. وفي ادويه ثانيه اللي هي بتاعت الترايجلسرايد على راسها نمره واحد النياسين، نمره اثنين الفا يدرين، نمره ثلاثه الاوميجا 3. الاوميجا 3 لا تعتبر يعني لحد كبير دواء، هي تعتبر حاجه غذائيه بس مهمه جدا جدا، ولا سيما للمرضى اللي هم جالهم انفرج او جالهم اسكيميك هارت ديزيز. انت نصيحه مني ليكم، يعني اي مريض جاله انجينا قبل كده او جاله مايوكارد انفاركشن، وصف له الاوميجا 3. اوميجا 3 بالاضافه انها تخفض الترايجلسرايد وترفع الاتش دي ال، لها انتي اريزميك، انتوا لاحظتوا، ولها انتي ثرومبوتيك، وبتقلل الجلوكوز، لها فوائد عظيمه جدا في مريض اللي جاله صدر. كلمه قلب يعني انفاركشن او انجينا تاخدوها ان شاء الله الاسبوع الجاي، دي تعني اوميجا 3. ما تنساش الحاجه دي عشان ما ننساهاش معاك. الجرعه بتاعتها لو هتديها كوقائي، واحد عادي عايز ياخدها في السن يعني عنده ريسك، ياخد 1 جرام في اليوم، اما من الاكل او من الكبسولات. الجرعه العلاجيه هي 4 جرام في اليوم، وتلاحظوا بالجرامات، تلاحظوا بالجرامات، يعني لانها زيوت عاديه خالص، بس هي لها اي فوائد زي ما احنا حكينا، انتي انفلاماتري وانتي بليتلت وانتي اريزميك، وزود الانسولين ريزيستنس، بالاضافه الى تقليل الترايجلسرايد. خلاص خلصنا من كده. دي الادويه اللي احنا عايزين بقى نطبقها. طب ازاي هنطبقها بقى؟ هنطبقها على حاله واقعيه مثلا زي ما هنشوف الحالات دلوقتي ان شاء الله. اقول لكم الخطه زي ما احنا اتعودنا ببساطه كده. هيجي لك واحد معاه تحليل فيه دهون، يقول لك يا دكتور والله انا حللت الدهون، شوفها كده حضرتك، ابص فيها هلاقي الاحتمالات الاتيه. هلاقي فيها اما الكوليسترول زايد، او الترايجلسرايد زايده، او الاتش دي ال ناقص، صح ولا مش صح؟ او كومبينيشن، وغالبا بيبقى كومبينيشن. كومبينيشن يعني ايه؟ الترايجلسرايد زايده والاتش دي ال ناقص غالبا مع بعض، ال دي ال زايد والاتش دي ال ناقص، يعني في حاجات هنقول بقى ايه الاحتمالات بتاعتها. فاول خطوه بعد ما تبص في التحليل يا اولاد، تكتب كده، تمسك ورقه فاضيه كده وتقول والله ايه اللي عندي المشكله عند المريض. يبقى لازم اكون عارف النورمال. النورمال بتاع الترايجلسرايد حديد 150، صح يا اولاد؟ ايوه. النورمال بتاع الكوليسترول هنقول الحديد 200 التوتال. ايوه. ال LDL حديث 160. واضح الكلام؟ يبقى لازم اكون عارف النورمال. انا ما كملتش في المحاضره الحاجات الاخيره، هي كانت تخص الكلام ده، ايه النورمال؟ يبقى نمره واحد بكون عارف النورمال، يبقى ال LDL 160، الترايجلسرايد ما تعديش 150، ال HDL يكون اعلى من 40 للرجال واعلى من 50 للنساء. والله اكثر يعني حاجات مختلفه عن كده يبقى ابنورمال، يبقى الراجل ده عنده مشكله في الديستبيديم. دي اول حاجه، بحدد نوع الديستبيديما وبكتب عندي والله لا دوت ده دوت ده لا كذا وكذا وكذا. خلاص يا اولاد، نمره واحد. نمره اثنين، ببص اشوف الحاله اللي قدامي، طب دي ديستبيديما برايمري ولا سكندري؟ ليه؟ مهمه جدا، لانها لو كانت سكندري انا ببقى سعيد، بقول له ما تخافش، ده مشكلتك بسيطه خالص. انت بتاخد دواء؟ يقول لي اه والله يا دكتور. مثلا على سبيل المثال، واحد بياخد دواء زي ما قلت لكم حب الشباب، واحد بياخد كورتيزون، واحد بتاخد حبوب منع الحمل، الادويه اللي انتوا عارفينها يا اولاد، ها؟ واحد بياخد اي مثلا سايكلوسبورين او اي حاجه من الحاجات ديت اللي احنا عارفينها، او بياخد دايوريتيك او بياخد بيتا بلوك. دي اشهر الادويه اللي هي ايه؟ موجوده عندكم تحت في الخطه ديت اللي انت تسال عليها. فلازم الادراج هيستوري، اقول له بتاخد دواء يقول لي اه. اقول له خلاص انت مشكلتك بسيطه خالص، ان شاء الله انه قدامي حلين مع الدواء. اما اغير لك الدواء دوت، طب انت بتاخد كورس يعني مستمر ولا مؤقت؟ مثلا واحد بتاع حبه شباب يقول لك لا هي 6 اشهر، الدكتور بتاع الجلديه قال لي 6 شهور. اقول له خلاص بعد 6 شهور الامور هتتصلح لوحدها، ولا عايز اي علاج، ولا الخطه توقف عند هنا، خطه هذا المريض توقف عند خلاص. واحد تاني يقول لك لا اصل انا عندي الضغط، باخد الزيسايد وباخد البيتا بلوكر، ده الدكتور قال لي فور ايفر. يبقى انا قدامي حلين يا اولاد، ما اقدرش اوقف الدواء يا سكندري، بس ما اقدرش اوقف، قدامي حلين. لو اقدر اغير يعني اديله مثلا بيتا بلوكر ما ترفعش الديسليبيديميا يبقى احسن. ما قدرتش لقيت البيتا بلوكر اللي هو المريض بياخدها هي افضل من الثانيه، خلاص ده اللي ماشي عليه مفيش مشكله. لانها نسبه الرفع بالادويه من 10 ل 15%، يعني ممكن نظبطها له باللايف ستايل، نظبطها له بحاجه بسيطه مفيش مشكله يعني. واضح يا اولاد؟ عشان كده لازم اعرف ايه البيتا بلوكر اللي هي بترفع، وايه الدايوريتك اللي هي بترفع الدهون. هنقولها كده كلمه واحده لحد ما تاخدوها ان شاء الله.
بصوره عامه السلكتيف اقل في الضرر في رفع الدهون من النون سلكتيف. اديني مثال للسلكتيف. عندي ايه يا اولاد اللي تعرفوه؟ ايه تينولول؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ثانوي التينولول او بيسبرولول اللي هو الكونكور المشهور جدا ده سلكتيف اكل في الضرر. يبقى انا حليت اهو. طب ايه الدايوريتك؟ والله الدايوريتك اللوب وزيسات بترفع. تقدر تكتب لي سبيرولاكتون؟ والله اذا كان يمشي مع حالته ماشي، كان يمشي مع حاله المريض ده ما بيرفعش الدهون. يبقى انا طب افرض ما فيش حل لازم امشي على دول، ما فيش مشكله. لان يا اولاد خدوا بالكم بقى دايما الدكتور حكيم، في حاجه اسمها الكوست بينفيت. ايه الكوست بينفيت؟ الكوست على المريض ده رفع الدهون شويه 15% ده اللي هو تحمله صح، بس البينفيت تقليل المورتاليتي. يبقى اذا نكتب قاعده النهارده مهمه جدا، حينما يكون الدواء يقلل المورتاليتي، معروف البيتا بلوكر تقلل المورتاليتي في مرضى القلب. نكتبها كده معلومتين كده النهارده مهمين. بيتا بلوكر تقلل باذن الله طبعا كل حاجه المورتاليتي في مرضى القلب. والدايوريتك اللي هي الزيسايت تقلل المورتاليتي في مرضى الضغط. يبقى انا عندي بوزن بترفع شويه الديسليبيديميا ولا المورتاليتي؟ مفهوم يا اولاد؟ لا اقول له لا امشي ما تخافش انا هظبط لك الدهون. عندي كام حل وهنقول الخطه بتاعه تظبيط الدهون. خلاص خلصنا من الكلام ده؟ اوكي. يبقى برايمر وسكندري مهم. ادي حاجه عرفتها حكايه الدواء ان هو بياخد دواء. طيب ما بياخدش دواء، طب ادور على مرض. عندك امراض بتتعالج بمرض؟ والله في سكر؟ يبقى اذا خلاص عرفت هنظبط السكر. في الغده هايبوثايرويديز وما عرفتش بالفحص والهيستوري اعمل تحاليل صح؟ زي ما احنا قلنا اللي هو تي اس اتش والايه والتي 3 والتي 4 الكلام ده عارفين مش كده يا اولاد ولا ايه؟ الكلى، الكبد، الحاجات الكومن اللي هي بتعمل اسال عليه. شفت السكندري الاول. ليه انا قلت السكندري الاول؟ لانها ممكن واحد ينساها. لان البرايمري ظاهر. ايه علامات البرايمري؟ علامه في وشه زي ما احنا شفنا امبارح زنسوما، حاجات عنده كده دهون ده هي طفحه من كتر الزياده يا اولاد طفحه. او بص على التحليل يقول لك التريجليسيريد بتاعه 1000 يا خبر اصلا النورمال 150. لازم تبقى فاهمني، لازم تبقى وراثيه، مفيش حاجه سكندري تعمل كده. عرفت يا اولاد؟ يبقى علامات البرايمري ايه؟ نمرة واحد علامة على الوش. خلاص حاجة عندي على التندون، على الجلد، على الكريز ده هي حاجة صفرة دهون طفحة. لا مؤاخذة زي ما بيقولوا اللفظ يعني طفحة. زايدة فطفحت على الجلد. حاجة ظاهرة عليه. أو تحليل ظاهر عالي جدا. مثلا الكوليسترول يقول لك ال LDL وصل 400. يا خبر ده احنا المفروض ما يعديش 160. وصل 400 فدي حاجة فاميليال مش عايزة كده. طب إيه يعني اللي أنا عرفت فاميليال من نون فاميليال او برايمري من سكندري؟ لانه كلمه برايمري يبقى تريتمنت فور ايه يا اولاد؟ فور لايف. يبقى انا عندي برضو عايز اكتب قاعده النهارده مهمه، في مرضين هيتعالجوا فور لايف. انا بنسالك سؤال، ايه الديوريشن بتاعك؟ مده العلاج كام؟ اللي عنده برايمري هيتعالج طول عمره لانه عنده جين. هتوقف هيرجع تاني. خلاص نمره واحد. نمره اثنين، المريض اللي خلاص انت هو اتأخر في العلاج، يعني جاله خلاص اسكيميك هارد، وانا بعالج الديسليبيديميا ليه؟ عشان الاسكيميك هارد، جبت الاسكيميك هارد جاله انجينا. خلاص. يبقى علاجه ايه يا اولاد؟ فور لايف. يبقى عندي مريضين بيتعالجوا فور لايف. وفي مرضى مؤقتين زي ما حكيت لكم، عندك الهايبوثايرويديز. كان عنده هايبو وعنده ديسليبيديميا. خد السيروكسين ظبط، عالجه ليه تاني من الديسليبيديميا. واضح يا اولاد؟ مثلا مريض الليفر، مريض الكدني كان عنده نفروتك وتعالج بقى كويس. لا خلاص يبقى في حاجات، وكان بياخد دواء زي ما حكيت لكم، دواء مؤقت. ياخد دواء مؤقت، ياخد سايكلوسبور اللي هو الامينو سبريسنت مرض مناعي مؤقت وتحسن مثلا. او بياخد ايزوتريتينوين لحبه الشباب وتحسن، في الوقت ده خلاص انتهى كده. يبقى اذا مده العلاج يا اولاد مهمه جدا عند الطبيب. لازم ابقى في ايه؟ انا بفهم انا بعمل. اقول الخطه الثانيه بقى، اول حاجه حددت الايه المشكله، صح؟ نمره اثنين حددت يا اولاد نوع الديسليبيديميا اللي عنده، هل هي برايمري؟ هل هي ايه؟ سكند، صح؟ نقلب الصفحه الثانيه. اشوف كم ريسك فاكتور. ايه الريسك فاكتور دلوقتي؟ ريسك فاكتور لايه؟ مش للديسليبيديميا، لا، ريسك فاكتور للكورونري هارد ديسيز او كارديو فاسكولار ديسيز، اما تلاقي سي في اس او سي في دي او كورونري هارد ديسيز سي اتش دي، ما مشكله. يعني الراجل ده هو في وجود الديسليبيديميا، الديسليبيديميا عامل مهم جدا، ولكن مع ايه؟ لما انت شفت الباثوجينيسيس بتاع الاثيروسكلروز في عوامل اخرى، صح؟ زي التدخين وزي الضغط وما الى ذلك. فانا بشوف هل الراجل ده عنده فعلا تدخين وضغط واوبيز وعنده فاميلي هيستوري ولا لا؟ يعني عنده هاي ريسك بوسيبيليتي، نسبه عاليه جدا ان يجي له اسكيميك هارت ديزيز ولا لا؟ فانا مش بعالج الديسليبيديميا. عشان كده دايما بنقول يا اولاد حكمه ايه؟ لما بتيجي تعالج مرض الديسليبيديميا، انا لا اعالج مرض الديسليبيديميا، انا اعالج مريض عنده ديسليبيديميا. تفرق صح ولا مش صح؟
مريض عنده ضغط وعنده تدخين وعنده حاجات اخرى وبياخد دواء تاني والكليه بتاعته تعبانه وهكذا، مش بعالج الديسليبيديميا بس. طب ما الديسليبيديميا ما معروفه، ما هو استاتن او فايبريتا او نياسين حاجه من دول وخلاص. لا، واضح الكلام؟ فاذا بشوف فيه كام. طب هم ايه الميجر ريسك فاكتور اللي عندي؟ عندي خمس سته. نقولهم كده نمره واحد الايج. الايج 45 سنه في الميل او 55 سنه في الفيميل، يعني سعادتك لما توصل 45 تعديها زينا كده يبقى عندك واحد ريسك. صح؟ هذا واحد ريسك. اذا كنت ميل، الفيميل لو عدت 55 عندها بروتكشن احنا قلنا عشان الاستريس حتى 55 يبقى ادي نمره واحد. نمره اثنين عنده فاميلي هيستوري اوف كورونر هارت ديزيز ولا لا؟ من الدرجه الاولى. خلي بالكم معايا، من الدرجه الاولى. يعني ازاي مثلا؟ يعني وطبعا الانسان يا اولاد الطبيب بيبقى ظريف، ما بيبقاش يعني صادم كده مثلا، يقول له مثلا والدك موجود توفى، يعني لازم يبقى فيه. لا مش كده، طريقه اخرى مثلا. ايه اخبار الوالد؟ ايه والله الله يرحمه. طيب الله يرحمه، هو يعني فاكر مرضه ايه؟ او قالوا لك ان هو مات، قال لك مات من القلب. طبعا على سن كام؟ 50. خلاص ودرس. يبقى اذا كان المريض او انت عرفت او بيتعالج او عمل تغيير شرايين، واضح يا اولاد؟ يعني حد من الدرجه الاولى، حد من الدرجه الاولى عنده مرض القلب من الرجال قبل 55 او من النساء قبل 65 اسمه ريسك. من الدرجه الاولى، الاب الام الاخ وهكذا. احيانا يجي لك في المساله نضحك عليك نقول لك مثلا جوزها جاله القلب ريسك. بيحصل، هتشوفوا حالات كده. او نقول لك اخوه مات في حادثه، لك مات على سن 20 سنه يبقى ريسك. مين اللي قال لك كده؟ مات في حادثه. فتاخدوا بالك، فلازم يكون سبب الوفاه هو واضح جدا، كورونري ارتري ديسيز او حاجه اسكيميك هارت ديسيز، جاله اريزميا يا فندم، موت او موت صدن يا اولاد. الموت الصدن بعتبره تبع الكورونا، تبع الهارت. يبقى ده نمره ايه؟ احنا قلنا نمره واحد الايه؟ نمره اثنين ايه؟ فاميلي هيستوري اوف اسكيميك هارت ديسيز. اوكي. نمرة ثلاثة الهايبر تنشن، الضغط. الضغط أي قراءة طالما عدى ال 140 مثلا على 90 اسمه ضغط. أو أي قراءة بياخد علاج، افرض واحد أنت سعادتك بتقيس له الضغط لو جابته 120 80 بس ماشي على الليزنوبريلا وماشي على كونكور أو خلاص، ما هو اسمه ضغط خلاص. إذا واضح يا أولاد؟ ضغط يعالج أو لم يعالج. لو أنت قست الضغط سليم، القراءة سليمة بس بياخد علاج، خلاص اسمه ضغط. يبقى نمرة ثلاثة ضغط. خلاص يا أولاد؟ طيب. نمرة أربعة سموكن، أي كمية من التدخين. يبقى نمرة إيه؟ أربعة بيدخن. خلاص يا أولاد؟ التدخين اللي هو الشخصي، التدخين السلبي ما حدش يتكلم فيها لحد، ولو إنه برضه مضر على فكرة. التدخين السلبي مضر، اللي هو قاعد جنب واحد بيدخن بينضر برضه، بس ما حدش حطها يعني كعامل. المهم التدخين، يبقى كم عامل دلوقتي يا شباب؟ أربعة. نمرة خمسة الـ HDL. الـ HDL ده مهم جدا يا أولاد. اقل من 40 زي ما احنا قلنا في الرجال، واقل من 50 فين؟ في الفئه النسائيه. يبقى كده نمره خمسه. نمره سته اللي ضافوها حديثا الاوبيزيتي، السمنه. السمنه لو عدى البودي ماس اندكس بتاع حضرتك 25 تعتبر اوبيز. خلاص يا اولاد؟ او لو عايز تشوف اللي هو الويست بتاعه الدايمتر بتاعه ده لو عدى 102 في الرجال و89 سم فين؟ في النساء. هذا الاوبيز. يبقى انا عندي سته فاكتور. الفاكتور دي بكتب انا بشوف عند الراجع عند المنكب مثلا. هنجيب لك المساله، نقول لك مثلا مريض عبد السميع عمره 50 سنه وبيدخن وبياخد علاج للضغط وبوبيز، يبقى كم ريسك فاكتور دلوقتي يا ولاد؟ خلاص وهكذا. نعد الفاكتور دي، لان الفاكتور دي هتنفعنا بعدين، هنستخدمها بعدين. يبقى دي الخطه نمره او الخطوه نمره كام يا شباب؟ ثلاثة. الخطوه اربعه بناء على الريسك فاكتور انا بحدد الهدف بتاعي. هدفك من ودي حته مهمه جدا، دايما في حالات السربيتك تتسال ايه هدفك؟ عايز توصل لايه؟ يا دي ادى يا سيدي اتفضل، ادى الدهون بتاعت المريض مثلا زايده كذا وزايده كذا وكذا، عايز توصل لايه؟ والله نمره واحد يا اولاد اهم حاجه عندي هو ال دي ال، مش هو اخطر حاجه في الاسر سكلوروزس؟ ال دي ال. نمره واحد عندي ال دي ال. ال دي ال الخطه بتاعتي اسمها خطه الثلاثينات. ايه خطه الثلاثينات دي؟ اول حاجه لو كانش المريض عنده ولا ريسك فاكتور او واحد بس ريسك فاكتور، يعني مثلا عمره 45 بس الحمد لله ولا بيدخن ولا كذا ولا في هايبر تنشن ولا في اي حاجه، يبقى عنده واحد ريسك بس. خلاص ده ال دي ال بتاعه يكون 160. خلاص يا اولاد؟ طيب اثنين ريسك فاكتور او اكثر يبقى 130 بالناقص كام؟ 30.
اي عدد ريسك فاكتور بعمل كام؟ يبقى برضه 130. بس خلي بالك هتفرق هنا شويه، حاجه بسيطه. واحد عنده ثلاثه، هل عنده ثلاثه ريسك فاكتور زي اربعه زي خمسه زي اثنين؟ انت كده مش عادل كده. عشان كده عمل الورقه اللي انا معطيها لكم اللي هي معاكم دي، وهو الموقع ده. هات اسكوا بقى ان شاء الله كلكم كده النهارده، تجربوا على ناس قرايبكم تحسبوا لهم الريسك فاكتور اللي عليهم على الموقع ده. هو ده حاجه. شفتوا الموقع ده يا ولاد؟ ده من دراسه اسمها فرامنجهام، دراسه انجليزيه، ناس محترمين. عايز تدخل على الموقع ده هيقول لك ايه؟ املى بس البيانات دي. المريض بتاعك ميل ولا في ميل؟ تقول له ميل. عمره كام سنه؟ يقول لك 55. طيب الاوبيز ولا مش كده يعني؟ يديك بيانات يعني. هتروح عمليها يقول لك الريسك فاكتور عليه كذا، كام في المية؟ يعني أنا عندي ثلاث درجات، أقل من 10%، من 10 ل 20، أكثر من 20. ده الريسك فاكتور. نفس الكلام على الورقة ديت يا أولاد، نفس الكلام. هتملى البيانات ديت هتلاقي تحت يحسب لك الحسبة بتاعتها، كام في المية الريسك فاكتور؟ إيه معنى ريسك فاكتور؟ يعني أقل من 10% نسبة، يعني أنا عندي 100 واحد، 10% هيجي لهم كورونا هارت ديزيز ويزن ذا نيكست 10 ييرز. طب من 10 ل 20 يبقى من 10 ل 20% هيجي لهم اسكيميك هارت ديزيز ويزن نيكست 10 ييرز. اكثر من 20% زي مرضى الديابيتس. عشان كده يا اولاد السكر دلوقتي مش بعد، كنا زمان واحنا بندرس للطلبه في الاوائل الكليه كنا بنعتبره ريسك فاكتور السكر. دلوقتي لا، مش ريسك فاكتور، ده اسمه اسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت. ليه؟ لانه مرض السكر مصحوب بزياده 4 مرات اسكيميك هارت ديزيز. فقال لك لا، ده اللي عنده السكر كانه عنده اسكيميك هارت ديزيز. واضح الكلام يا اولاد؟ لا، ما تحطوش ريسك. اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه ايكويفالنت اسكيميك هارت ديزيز. ايكويفالنت يعني كانه عنده اسكيميك هارت ديزيز يعامل يعني في الكاتيجوري اللي بعد كده اللي هي اقل من بين. يبقى اقول الكاتيجوري الثاني ال دي ال زيرو ريسك فاكتور او واحد اقل من 160، ده ال دي ال احمد ريموت. اثنين ريسك فاكتور وانت طالع اقل من 130، وبعدين اكثر من اثنين وانت طالع اكثر من اثنين ريسك فاكتور او ديابيتس او ديابيتس هنقولها دلوقتي اكثر من اثنين ريسك فاكتور بحسب. يبقى متى تفتح الجدول ده يا اولاد او تفتح الموقع ده؟ لو عندك ايه؟ اثنين وانت طالع، اثنين وانت طالع هتلاقي عنده. هل عنده اكثر من اثنين؟ يعني اثنين وانت طالع؟ اه والله احسب الجدول. طب عدى 20% حطه في الكاتيجوري اللي بعد كده. طب اقل من 20% يبقى زي ما انت 130. خلاص يا ولد؟ طب نيجي بقى، احنا قلت لي 160 اهو الموقع اهو، طيب قلت لي 160 وبعدين قلت لي 130، مين ال 100 بقى؟ ال 100 اللي هو ال دي ال بتاعه كل اقل من 100 الاتي. نمره واحد، المريض اللي جاله اسكيميك هارت ديزيز، اي نوع من اسكيميك هارت ديزيز. نمره اثنين، مريض السكر. نمره ثلاثه، مريض اللي هو البريفرال ارتري ديزيز اللي عنده اثيروسكلروزس اوريدي، لانه وانس ان عنده اثيروسكلروزس. عشان كده بنقول لكم بشوف الكاروتيد وشوف البلس ده، وانت بتعملوا اكزامينشن البلس في سنه اولى كنا بنقول لك التك على الارتري كده شوفه ناشف ولا طري. ناشف زي الحبل يبقى فيه اثيروسكلروز، ده يعتبر خلاص كانه عنده اسكيميك هارت ديزيز. لانه متى ما جاله اسكيميك هارت ديزيز جاله اثيروسكلروز هنا هتجي له هنا، فبعتبره خلاص اوريدي عنده. فاذا عندي ثلاث حالات يا اولاد بيسموهم ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت، كانه عنده. مين بقى هم؟ نمره واحد مريض السكر، نمره اثنين مريض الايه؟ بريفرال ارتري ديزيز، نمره ثلاثه مريض الحاجه اللي كتبوها بقى السنه دي الميتابوليك سندروم. دي حاجه ضافوها السنه دي اللي هي ايه؟ ميتابوليك. مين الميتابوليك سندروم؟ برضه موجود عندكم في المحاضرات، هنقوله برضه تاني. ما هو الميتابوليك سندروم؟ الميتابوليك سندروم ميتابوليك، حاجه في الميتابوليزم. مريض تشخصه لو وجد الثلاثه من الخمسه اللي جايين، وده موجودين عندنا ما شاء الله في السعودية وفي مصر وفي كل حتة. نمرة واحد مريض أوبيز، الديامتر بتاعه الويست أكتر من 102 في الميل وأكتر من 89 في أدى نمرة واحد، أو عدى البودي ماس إندكس 25، أدى نمرة واحد، أدى نمرة واحد أيتم. نمرة اثنين الضغط بتاعه عدى 130 على 85 مش 140 90، مجرد بس ما يعدي 135 130 على 85 ايهما يعتبر اداء ريسك عليه؟ اداء اثنين. يعني بري براند يعني ايه ولاد؟ بري دايابيتك صح؟ ما وصلش سكر، يعني عنده انسولين ريزيستنس. يعني بملخصها ايه؟ واحد اوبيز وعنده انسولين ريزيستنس وضغطه عالي. وعلى فكره الثلاثه دول مربوطين ببعض، اوبيز عمل سكر والسكر رفع الضغط، الثلاثه مع بعض يبقى ثلاثه مع بعض. وبعدين حاجتين في الدهون، التريجل سايد عدت 150، الاتش دي ال اقل من 40 او 50 40%. لو عندك ثلاث حاجات من دول في مريض اسمه ميتابوليك سندروم.
اولا تاني اولا طب ايه الميتابوليك سندروم ده؟ ده اسكيميك هارت ديزيز اكويفالنت، يعني يعامل في ما بتيجي تعالج الدهون كانه عنده اسكيميك هارت. ايه معنى اسكيميك هارت ديزيز؟ يعني بنقص ال ال دي ال بتاعه عن كام يا شباب؟ عن 100. الله ينور عليك. تهنا ولا الامور ماشيه؟ خلاص؟ يبقى انا هقول تاني زيرو او واحد ريسك فاكتور 160. ده الريسك فاكتور، اي عدد ريسك فاكتور بعمل 130، بس بحسب الحسبه بتاعته على اللاين ده او على الورقه اللي معايا دي. لو عدت 20 بوديه اقل من 100. اقل من 20 خليك زي ما انت ال 130. مين اللي اقل من 100 بقى؟ نمره واحد جاله اسكيميك هارت ديزيز، نمره اثنين اللي هو اسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت المساوي. مين اللي بيساوي؟ ديابيتس سيريبرال فاسكولار ديزيز ميتابوليك سندروم. مين الميتابوليك سندروم؟ قلنا حاجه ثلاث حاجات من خمس، لو اوبيس هايبر تنشن، مش هايبر تنشن، مايلد هايبر لسه في البدايه خالص، انسولين ريزيستنس، وبعدين الترايجلسرايد عدد 150، الاتش دي ال اقل من 40 في الرجال واقل من 50 في الحمل. خلاص يا اولاد سهله دي؟ صحيح. طب مين في اكتر من كده يا عم عندك؟ قلت لي 160 و130 وقلت لي كمان 100، في اكتر؟ اه في 70، احنا قلنا قاعده الثلاثينات. في 70، مين ال 70 بقى يا اولاد؟ لو خدت اسكيميك هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت مع حاجه من دول، على سبيل المثال اسكيميك هارت ديزيز مثلا واحد عنده القلب وسكر، يبقى عنده اسكيميك هارت ديزيز واسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت، لا خطر جدا. او اسكيميك هارت ديزيز وعنده ضغط وعنده سموكينج وعنده اوبيزيتي، يبقى اذا نمره واحد اما معاه المرض ومعاه حاجه من الايكويفالنت، او معاه المرض ومعاه مالتيبل ريسك فاكتور. ده بقول له لا ده انت خطر خالص، ده انت يعني نسبه الخطوره عندك عاليه جدا، فانا بنزل بالال دي ال اوطى حاجه. ليه اقل من كام يا اولاد؟ عرفت يا شباب؟ دي بحدد الهدف بتاع ال دي ال هو اهم حاجه. هل في اهداف ثانيه؟ نعم. هو انت قلت لي في البدايه ايه؟ انت قلت لي الاحتمالات الاتي: نمره واحد الكوليسترول زايد بس، هذا الهدف بتاعنا، هو ده بس، ما فيش حاجه غير كده عندي. طب افرض الكوليسترول والترايجلسرايد الاثنين عاليين، يعني الترجل ست عدى بقى مش 150 يا ولاد، تعدى ال 200. بعمل هدفين، الهدف الاولاني ال ال دي ال برضه تاني، عايزين كده اكتب قاعده عندك باللغه العربيه كده، لا تنسى ال ال دي ال. بعضكم يروح الحاجات السكند اللي هنقولها دلوقتي وينسى ال ال دي، ياخد ال دي ال اهم حاجه، هو اخطر حاجه على القلب. يبقى نمره واحد بحسب ال ال دي ال، نمره اثنين اللي عنده ترجل سرطان، طب ما انا عايز اظبط، ما عنديش هدف اسمه ترجل سرطان تنزل على 150، لا. عندي حاجه اسمها يا ولاد ايه؟ نون اتش دي ال. مش انا عندي حاجه اسمها اتش دي ال؟ احذف الاتش دي ال من كل الدهون، يبقى يفضل مين بقى عندي؟ هيفضل ال دي ال، انا حسبت ال دي ال، يفضل مين كمان؟ فيري لو الانترميديت. طب الفيري لو الانترميديت اغلبهم ايه؟ مش تراجل سيت؟ يبقى كاني بقيس تراجل سيت بطريقه غير مباشره، بس ضميت معاها الكوليسترول لخطورتي. واضح الكلام؟ يبقى واضح لما يكون عندي هدفين، في هدف برايمر وهدف يا اولاد سكند. الهدف البرايمر اللي هو ايه؟ قيس ال دي ال. ال دي ال دايما في اي حاجه. الهدف الثاني اذا كانت الترايجلسرايد زايده هي لوحديها او معاها كوليسترول او معاها نقص في الاتش دي ال، فبزود هدف اسمه ايه؟ نان اتش دي ال. النان اتش دي ال يساوي التوتال كوليسترول ناقص الاتش دي ال الهاي دنس، كله ده اسمه النان اتش دي ال الذي يشمل فيما يشمل الترايجلسرايد. خلاص يا اولاد؟ طيب الاحتمال الثالث بقى، طب ولو وجدنا الاتش دي ال ناقص، يعني اقل من 40، يعني مثلا 30، يبقى عندي هدف ثانوي ثاني اسمه ايه؟ التوتال كوليسترول على الاتش دي ال. والهدف بتاعي يكون اقل من 3.5، التوتال كوليسترول مثلا لو قلنا 200 مثلا يعني، والاتش دي ال 30 او 35، يبقى عندي كامل النسبه ديت التوتال كوليسترول يعني 200 يعني 200 على 30، يبقى كامل النسبه على 6، يبقى عالي جدا ولا مش عالي؟ النورمال كامل الجول بتاعنا 3.5، اقل من 3.5. امتى اخد الاوبجيكتيف ده تالت او الجول دوت؟ لو كان الاتش دي ال ايه؟ منخفض. واضح الكلام؟ يبقى انا ببص في المساله ايه اللي فيها؟ ايه المشكله اللي فيها؟ مشكله فيها كوليسترول زايد، يبقى خلاص انا عندي الهدف بتاع ال دي ال بس. بس بشرط ان تكون ترايجل اسرائيل اقل من 200 والاتش دي ال اكثر من 40 او 50. دي مساله. وعلى فكره الجول ده مهم جدا يا اولاد، انا عايز ادربكم على مسائل الجول دي. ايه الجول في المساله دي؟ هدفك هنا كذا وكذا. طيب نمرة اثنين، إذا كانت الترايجل سرايد زايدة، إيه الهدف بتاعي؟ اللي دي ال. حتى لو ترايجل سرايد لوحدها بس. واحد عنده ترايجل سرايد بتاعه 400. إيه هدفك يا حبيبي؟ أنت هتقول لي إيه؟ الترايجل سرايد تبقى أقل من 150. مين اللي قال لك كده يا ابني؟ مين اللي علمك كده؟ محدش قال كده أبدا. هقول الهدف بتاعي يا دكتور اللي دي ال تبع الريسك فاكتور اللي إحنا قلناها دي دلوقتي. نمرة اثنين النان اتش دي ال.
طب مسألة كده فاضية خالص، ال HDL بتاع المريض ده هو 30 بس، وكل حاجة عنده مظبوط، كل حاجة مظبوطة. يعني إيه؟ يعني ال LDL كويس، والتريجليسيرايد كويس أقل من 200، 150 ما فيش مشكلة، إحنا أقل من 200 دي اللي بتحسب عليها. من 150 ل 200 ده حاجة بيعتبرها ترانزيت كده، ما فيش فيها مشكلة، يعني مش تعتبر زايدة. واضح يا ولاد الكلام؟ لو ال HDL بس هو اللي فيه المشكلة، إيه هدفك؟ نمرة واحد ال LDL، نمرة اتنين ال TC على ال HDL. ها الجول واضح يا ولاد؟ ولا أقول تاني؟ أقول تاني؟ حاضر. نون تي سي. نعم. يبقى أنا عندي يا إخوانا، أنا عندي وأنا بعالج لازم في السيرابيوتيك ليك جول، هدفك، هدفك بتعالج ليه؟ يعني ليك حدود ولا بتعالج كده وخلاص؟ واحد يقول لك أنا بعالج مثلا عشان أنقص الكوليسترول 30%، ده هدف 40%. إحنا مش هدفنا كده، مش 30% 40%، لا ليه هدف. هدفي مرتبط بالريسك فاكتور اللي في المريض. وهدفي مرتبط بايه المشكله عند المريض. فهقولها تاني، لو كان المريض مشكلته فقط كوليسترول زايد عن الطبيعي لو عدى ال 200، يبقى هدف ال LDL بتاعه يتظبط اما 160 او 130 او 170. واضحه دي طبعا؟ حسب طيب. نمره اثنين، اذا كان مشكله المريض تريجليسيرايد زايده عن 200، هي اونلي او مع حاجه ثانيه ما تهمنيش، طالما تريجليسيرايد عدت ال 200 يبقى بضيف هدف ثاني اسمه هدف ثانوي، اللي هو ايه؟ يساوي ايه؟ حاجه اسمه النان اتش دي ال. ايه معنى النان اتش دي ال؟ كل الكوليسترول توتال اخصم منه اتش دي ال، بس توتال اخصم منه الاتش دي ال. طيب النان اتش دي ال دي كام يا اولاد؟ زود 30 برضه، هي قاعده 30، زود 30 على ال دي ال. يعني مثلا انت هدفك كان 160 صح؟ يبقى النان اتش دي ال كام؟ 190. كان هدفك وصلت 100 يبقى النان اتش دي ال كام؟ 130. كان هدفك ال LDL 70 يبقى النان اتش دي ال كام؟ 100. خلاص؟ واضح. امتى ابص للنان اتش دي ال؟ حينما الترايجليسيرايد تعدي كام؟ 200. خلصنا من دي؟ طيب. الهدف الثالث، الثانوي الثالث. لو كان ال اتش دي ال منخفض، ايه هدفك يا حبيبي؟ نمرة واحد يقول لك ال LDL. دايما ال LDL. وبعدين يا حبيبي في هدف، في هدف ثانوي؟ اه في هدف ثانوي اللي هو ايه بقى؟ هو ال اتش دي ال بطريقة مختلفة. ال اتش دي ال اللي هو التوتال كوليسترول ال تي سي على ال اتش دي ال. هدفك يوصله كام؟ يكون اقل من كام؟ من 3.5. واضح يا اولاد الجول؟ خلاص؟ طيب كده حددنا الهدف بتاعي ان انا بعالج ليه؟ هذا هدف. نمره اثنين، طب كيف تطبق الهدف؟ ازاي توصل للهدف بتاعك؟ اجي اوصل للهدف بتاعي يا اولاد دايما ببدا باللايف ستايل. دايما في الديسليبيديميا ما تعتمدش على الدواء بس. ابدا باللايف ستايل، سواء كانت الحاله برايمري، سواء كانت الحاله سكندري. اي حاجه لازم تلاقي والله في ستايل يشمل، احنا مش هنتكلم فيه كتير، يشمل الاتي. نمره واحد الدايت، احنا قلنا قلل الدهون وقلل الكربوهيدرات، السيمبل سيمبل شوجر قللها وخليها ميكس، خليها ايه؟ كومبلكس. وبعدين غير نوع الدهون، خليها ايه؟ بولي ساتوريتد ومونو ان ساتوريتد، وسيبك من ساتوريتد، قللها خالص بقدر الامكان، مش كده يا اولاد؟ وزود الخضروات وزود الفاكهه وخد اوميجا 3 وخد الانتي اوكسيدنت وخد فيتامين بي كومبلكس وخد فوليك اسيد. هذا الدايت بتاعه المريض، دي من ناحيه الدايت خلصنا منها. وحافظ الكالوريز، وزنك ما يزيدش. فالحاجه الثانيه بقول ايه؟ بقول ان وزنك يخف لو كان اوبيز، لو كان زايد. لو خفيت 5 كيلو ممتاز، لو خفيت 10 كيلو عملت انجاز كبير جدا. ممكن الحاجات دي كلها عندك تتحسن، لان الاوبيستي سبب رئيسي من اسباب الديسليبيديا. خلاص يا اولاد؟ يبقى اذا نمره واحد الدايت، نمره اثنين الايه؟ الويت. نمره ثلاثه الاكسرسايز. امشي، نقول للمريض امشي كل يوم نص ساعه. نص ساعه ماشي جد. او اغلب ايام الاسبوع، لو 5 ايام في الاسبوع برضه يكفي، في الاسبوع كله 150 دقيقه ماشي ماشي جاي، دي ليست مشكله. هذا الحاجه يبقى اذا ايه؟ خدنا الدايت، وخدنا ايه يا اولاد؟ الويك، وخدنا الايه؟ الاكسرسايز. بعد كده لو كنت بتدخن لازم توقف التدخين. لو كنت بتدخن لازم ليه؟ توقف التدخين. ده اسمه كله سيرابيوتيك، اسمه سيرابيوتيك، شفتوا؟ سيرابيوتيك لايف ستايل، يعني علاج. والطب الحديث دلوقتي يا اولاد في كليات اسمها الطب الطبيعي، بعالجه بكده، بعالجه بالاكل والدايت واللايف ستايل ده، وبيجيب نتيجه كام؟ حتى 30%. 30% يعني ايه؟ يعني سعادتك مثلا لو عندك الكوليسترول بتاعك 200، لو مشيت باللايف ستايل كويس توصل لكام يا اولاد التوتال؟ 170. لا اكتر. 140. صح. طب ما كويس بدون دواء ولا حاجه، يبقى كويس ولا مش كويس يا اولاد؟ يعني ممتاز بدون اي دواء. خلاص؟ بس خلي بالك لو وجدت انت عرفت حدود اللايف ستايل كله ما يزيدش عن كده، ده هو صعب في التطبيق، محدش هيعمل اكسرسايز ولا حد ينظم ده حقيقه يعني للاسف يعني، ولكنك برضه تصر عليه، تصر عليه.
ما ببداش بعناية كده فجأة إلا في حالة واحدة بس اكتبها عندك، يعني لازم أبدأ باللايف ستايل بس، بس أديها 3 شهور 6 شهور أدي المريض فرصة، يمكن راجل مريض مطيع وكويس ويظبط بدون دواء. وأقول أنت لو خد دواء هتاخده طول حياتك، لو كتبت لك دواء هتاخده طول، ما صحش توقف الدواء. فعشان كده حاول باللايف ستايل، أدي له 3 شهور في الحالات اللي هي الكل العادية، برايمري بسيطة، حالات بسيطة. لكن لو عنده اسكيميك هارت ديزيز لا، لايف ستايل مع دواء. لو جت للتريجليسيرايد عنده 1000، طب 1000 راجل نقص انت منها 30% ولا بتاع، ما وصلناش للجول برضه ابدا، صح؟ لا يبقى لازم دواء برضه. اذا متى ابدا بالدواء مع اللايف ستايل؟ يبقى هو غالبا في كل الحالات ابدا باللايف ستايل، بس احيانا ابدا بدايت مع لايف، مع دواء مع لايف ستايل، اللي هو ايه بقى؟ حالات الفيري هاي تريجليسيرايد او كوليسترول. نمره 2 اللي عنده اسكيميك هارت ديزيز، لا ده انا خايف عليه، ده الراجل ده جاله اسكيميك، استنى انا ما اشوف اجرب عليه الدايت 3 شهور، افرض جات له اتاك، طب ما انا يفيد ايه اخد له ستاتين تقلل الحاجات دي، واضح الكلام؟ طيب يبقى كده ايه؟ بدانا باللايف ستايل، هبدا بقى بالدواء. الدواء يوصف قلنا في الحالات الاتيه، نمره 1 في عندي حاجه اسمها برايمر بروفلاكسيس، في عندي حاجه اسمها سكندر بروفلاكسيس. برايمر بروفلاكسيس يعني الحمد لله المريض اللي عندي ما جالوش اسكيميك هارت ديزيز سليم، بس انا خايف عليه بديله دواء عشان احميه. يعالج يا اولاد غالبا، يعالج غالبا لو عدى الريسك عليه 20%، دي الاتفاق عليه، لو عدى الريسك عليه انه يجي له اسكيميك هارت ديزيز 20%، يعني معنى كده جميع مرضى السكر لازم يعالجوا، صح ولا مش صح؟ لانه الريسك عليهم 20% في ال 10 سنين اللي جايه، خلاص واضح. برايمر يعني لسه ما جالوش. طيب على اي حال، اما المريض السكندري اللي هو عنده جاله اسكيميك هارت ديزيز، بديله علاج اللي هو الاستاتين بالذات، ولا حتى لو كان عنده الدهون طبيعيه. الله الله ايه الكلام ده يا عم؟ ايوه كده، لانه لو جاله اسكيميك هارت ديزيز لازم اكتب له استاتين يا اولاد، لان الاستاتين لها بليوتروبيك افكت غير خفض الدهون، صح ولا ما؟ الاوميجا 3 لها انت اريزمك وتقلل المورتاليتي غير خفض الدهون، فلازم اخد علاج. جاله اسكيميك هارت، مفيش واحد اسمه اسكيميك هارت ديزيز ما باخدش علاج للدهون. الكوليسترول بتاعه طبيعي اقل من 100، هو الهدف بتاعه اقل من 100، صح؟ ال LDL، بس لازم ياخد علاج استاتين واوميجا 3، واضح يا شباب؟ يبقى انا عندي مرضى لابد انه ياخد علاج، اللي هو بتاع السكندري اللي جاله اسكيميك هارت ديزيز اسمه سكندري بروفلاكسيس، اللي بتاع البرايمر اللي عالي اللي جدا، خلاص؟ ولا سيما اذا كان الريسك عليه كام؟ 20 اكتر من 20%. طب اوكي هتكتب ايه بقى يا حبيبي؟ نبدا بالدواء بتاعنا بقى، نطبق الفارما بتاعتنا، والله تبع الحاله. ايه اللي عندك زايد؟ الاحتمالات، نمرة 1 ال دي ال، نمرة 2 ال دي ال مع تريجليسرايد، نمرة 3 أيهما مع خفض الاتش دي ال، نبدأ العلاج. نمرة 1 أول احتمال ال دي ال، مش أنت قلت لك في هدفك كله لازم استاتين؟ لازم ال دي ال، يبقى نمرة 1 الدواء بتاع المفضل هو مين يا أولاد؟ الاستاتين. أنا قلت لكم الاستاتين هتكتب إيه؟ اختار لك دواء، إما تاخد من الأقوياء أو تاخد من الضعفاء، فما فيش مشكلة عندك، بس لو خد مثلا روزوفا استاتين أبدأ مثلا ب 10 مللي جرام أو 5 10 مللي جرام. لو هاخد من الضعيف مثلا سيمف ستاتين هاخد 20 مللي جرام كبدايه. بس قبل ما اكتب الروشته لازم اعمل تحليلات. ايه هي التحليلات دي؟ نمره 1 ايه؟ الليبر فانكشن، والكدني فانكشن، وايه كمان؟ والسي كي كرياتينين كينيز بتاع العضلات. يبقى ثلاث تحليلات اقول له قبل ما اكتب لك الدواء لو سمحت، ودي بتجي لكم سؤال في الحال. قبل ما تكتب الدواء يا حبيبي هل تحتاج تعمل تحليلات؟ نعم. انت عملت الليبر بروفايل، اقول له لو سمحت يا حاج انا هكتب لك دواء، خلاص قررنا نكتب لك دواء، حالتك تستدعي الدواء، وانت للاسف مش مساعدنا باللايف ستايل، هكتب لك دواء، اكتب له ايه؟ استاتين. قبل ما اكتبها اقول له حلل لي الكبد، حلل لي الكليه، وحلل لي ايه يا اولاد؟ السيكل. جال المريض لقيتهم طبيعيين، بكتب ده الزيرو بتاعي الاساس البيز بتاع الهمشة عليها بعد كده. طيب كتبت لك ليه؟ على سبيل المثال مثلا كتبنا رزوفا 10 او 5 كتبناه، اوكي خلاص. اقول له تجي لي امتى بقى المتابعه يا اولاد؟ السؤال الثاني بقى المتابعه بعد شهر ونص. اقول له بعد شهر ونص تعمل لي نفس الحاجات دي، ليبيد بروفايل فاستنج كامل والكدني فانكشن والليفر فانكشن، لا مش محتاج السكر. يبقى كل يا اولاد شهر ونص، خلاص؟ وبعدين وصلت لهدفي، وصلت الهدف، الهدف اللي انت حددته في الاول، اما ال ال دي ال بس او ال دي ال مع نون اتش دي ال او ال دي ال مع تي سي على الاتش دي ال، حددت الهدف بتاعك وصلت له خلاص، احلل كل 6 شهور اللي هم ايه برضه؟ ليبيد بروفايل والليفر والكيدني.
وبقت الامور تمام والحمد لله مستقر مثلا على جرعه رزوفا ستاتين 20، مشيت على كده تمام الامور الحمد لله الكليه كويسه والكبد كويس وما فيش اي مشكله. طيب جالي المريض وهو بياخد الدواء قال لي والله يا دكتور في الم عندي في العضلات خلاص، او حصل احمرار في البول، اقول له لو سمحت روح فجاه حلل ايه السيكل. عرفت بقى متى يحلل السيكل؟ او حاله ثانيه المريض ماشي على جرعه رزوفا ستاتين 20 وبعدين راح الدكتور الجلديه كتب له كيتو كونازول، كتب له انتي فانجس، او راح الدكتور كتب له ماكروليد مثلا ريسرومايسن مضاد حيوي، وبعدين يقول لك يا دكتور من يوم ما اخذت الدواء اللي كتبه الدكتور ده وانا حاسس بالتعب في عضلاتي والبول لونه اتغير. اقول له برده نفس الحكايه يا اولاد سيكي. اعمل سي كي. عرفت القصه بتعمل ازاي؟ أيوه. يبقى سي كي وين ريكوايرد، مش على طول، مش لها ما لهاش لازمه يعني. تحللها تعمل ايه؟ الكدن والليفر دول عشان ده بتاع الميتابوليزم وده بتاع الاكسكريشن، لما العضلات دي بتاعت السايد افكت، مفيش سايد افكت الجرعه كويسه، مفيش داعي تعمل السيكل. واضح يا اولاد؟ طيب. السيكل علشان السيكل كرياتينين كنسب يدل ان العضلات حصل فيها مايوسايتس ولا لا؟ لو حصل فيها ديسنتجريشن ولا لا؟ حصل فيها انجري ولا لا؟ هذا وده بيتناسب مع الالم في العضلات. الم وتغيير في اللون. اللون معناها الميوجلوبين عضلاتها اتكسرت ونزل الميوجلوبين فين يا اولاد؟ في اليوم. خلاص يا شباب؟ تيجي لك مساله بقى ثانيه كده. خد يا حبيبي المساله اهي. مريض الدكتور كتب له روزوفاستاتين مثلا 20 او سيمفاستاتين 20 مللي جرام ماشي عليه. وبعدين جاله التهابات في البروستات لانه كبير السن عند البروستات، فكتب له دواء اسمه سيبروفلوكساسين. والسيبروفلوكساسين دواء معروف انه ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتور. بعد شويه حصل له الم في العضلات وحصل له اللون البول اتغير وبدا المريض يحس بويكنس. هاو كان يو مانج؟ تتصرف ازاي يا اولاد؟ حد يقول لي كده نعمل ايه؟ اقول له اتاكد صح، انا شاكك ان ديت مايوسات، اقول له حلل السيكي. طب وبعدين؟ غير ايه الاحتمالات؟ انا عندي عايز واحد يديني ثلاث احتمالات. غير ادراك اخليه مثلا ايه برافا ستاتا صح. الحل الثاني؟ جرعه. غير المضاد الحيوي لو كان ممكن، لو كان اديله حاجه ما تعملش ليفر مايكروزومال انزيم. انت بس ادي احتمالات وبعدين التطبيق بعدين، يبقى انت تغير المضاد الحيوي او تغير الدواء بتاع الدهون. الحاله الثالثه اخليهم موجودين بس اقلل جرعه الايه؟ الرزوفا الى النص، اقللها الى النص بس. برافو عليك، كده حلينا مساله. وده ينطبق، اللي ينطبق على الدواء ده يا اولاد ينطبق على اي دواء ثاني. اي دواء ثاني انهبت الليفر مايكروزومال انزيم، او ينطبق على الفايبريد مع الاستاتين، او ينطبق على النياسين مع الاستاتين، اي دواء حطيته مع الاستاتين وحمل مشكله اعمل كده. ده مختلف احتمالات، لا تغير الاستاتين، لا تغير الدواء الثاني، لا اما تخفض جرعه الاستاتين لو عامل المشكله مش الثاني. واضح يا الكلام؟ والريزوفا دكتور اذا ما انفع نلجا للبرافاستاتين. نعم باخر شيء احنا قلناه. لا واضح الكلام؟ طيب هذا الاحتمال الاولاني بتاع مين؟ بتاع ال LDL. طب الاحتمال الثاني بقى انت قلت لي ممكن التريجلسيريد عالي هي ومين؟ والكوليسترول. يبقى عندي هدفين، هدف الاولاني ال LDL والهدف الثاني النون اتش دي ال. احققه ازاي؟ الايه الخطه كالاتي. نمره واحد، اذا كان عندك التريجلسيريد من 200 الى 500 يعني عاليه بس من 200 ما عدتش ال 500 بهذا اكتب برضه ستاتين. ليه؟ لانه حققت لي الهدفين، هدف ال LDL والنون اتش دي ال. لو ما لو يسعفني بضيف له حاجه من بتوع التريجلسرايد اللي هم مين؟ الفايبريت او النياسين. بس خد بالك، خلي بالك من المايوسايتس بقى في الوقت ده، فلابد تخفض جرعه الاستات، لابد تخفض جرعه الاستات. هذا خلصنا. الاحتمال الثالث التريجلسرايد وجدتها 700 او 1000، هنا الحاله الوحيده التي لا ابدا بها بالاستات، ببدا بها بالفايبريت او النياسين. يبقى يا اولاد يعني عايز تقول يا دكتور، عايز اقول كلمه واحده بس، جميع حالات الديسليبيديميا يبدا بستاتين. خلاص ما عدا اذا زاد عن زاد الترايك اللي صار عدى 500 ما بتبداش بالاستاتين. هنبدا بيها هنشتغل بيها بس بعد شويه مش دلوقتي. ما بتبدا بايه؟ يا اخي اصل الاستاتين مش بتاع ترايك الاسرائيل، الاستاتين مش متخصص في الترايك الاسرائيل صح؟ هو بخفضها صحيح بس مش متخصص، هو بتاع كوليسترول. فببدا بحاجات الترايك اللي هم مين؟ الفايبريت مثلا، فينو فايبريت 200 مللي جرام، هذا الجرعه بتاعت يوميا. هل تحب تحللها حاجه برضه الليفر والكدني نفس الكلام صح؟ وبرضه هينطبق عليها السيكل انها بتعمل مايوسايتس نفس القصه بالظبط، وبمشي عليها بخفض هي لوحدها بس، بخفض الكوليسترول حتى ينزل عن 500. بالحاله هذه احط الحين اروح ضايف مين بقى هنا؟ استاتين واقلل الجرعه. واضح يا اولاد؟ قلل الجرعات لان عملت كومباينيشن وخايف لو وديت على نفس الجرعه العاليه يحصل ايه؟ مايوسايتس. برافو. هذا الخطه بتاعت الايه؟ لو عندي الكوليسترول عالي والتريجلسيرايد عالي. واضح يا شباب؟ طيب الحاجه الثالثه بقى، طب لو كان الاتش دي ال هو المنخفض بس او معاه حاجات ثانيه،
وانا هدفي ايه في الهدف اول حاجه ايه الالد نمره 2 الدي سي على الاتش دي صح ده الهدف بتاعي يبقى دي نمره 1 برضه استاتيك لو ما حققتش الهدف بتاعي ما ظبطتش التي سي طبعا الاستاتيك هيظبط لي الالد هيفضل لي التي سي على الاتش دي لو ما ظبطهاش هو بيرفع الاتش دي بس لو ما ظبطهاش زي ما انت عايز لما ظبطهاش زي ما انت عايز واخدين بالكم بقى بضيف له ايه بقى يا اولاد لا يا سيدي لا هذا الخطه بتاعتك واضح الكلام يا شباب يمكن حسابيه شويه بس عايزه تركيز وسهله كده مفيش فيها حاجه يبقى انا عندي الاهداف ما تنساهاش ال دي ال في كل حاجه وبعدين عندي سكندر اما النون اتش دي ال لو كانت بتراجع السد اللي زايده وبعدين التي سي توتال كوليسترول على الاتش دي ال لو كانت الاتش دي ال هو الايه هو اللي ناقص كيف تحقق الهدف بتاعك نمره 1 لايف ستايل الون احيانا مع الدواء واجب في بعض الحالات مثل اسكيميك هارت ديزيز او حد عنده الديسليبيديميا عاليه جدا خلاص يا حبيبي ايه المتابعه بتاعتك بتابع والله الافكت والسايد افكت الافكت ايه اللي هو ليبيد بروفايل فاستنج ليبيد بروفايل كل شهر ونص حتى اصل للهدف كل سنه خلاص وانت قلت له عمره ماشي على الدواء يبقى كل سنه خلاص وصلت للهدف والحمد لله الامور مستقره هتحصل لك مشاكل ايه المشاكل خد دواء فطريات خد دواء بتاع مثلا دواء ثاني عمل انهبيشن ليفرميكوزمال انزيم خد سايكلوسبورين هتحصل له مشاكل في المايوسايت في الوقت ده احل المشكله بثلاث حلول واضح الكلام يا شباب طيب بصوا بقى كده عندكم في بالنسبه لمرضى السكر مريض السكر يا اولاد اكتب جنبه كده استاتين مفيش غير استاتين طيب انا قلت لك الريسك على مريض السكر 20% صح ولا مش صح لو كان سكر بس يبقى معناها ال دي ال بتاعه يكون هدفه كام يا شباب اقل من 100 هدفه كام اقل من 100 برافو عليك لو كان عنده تراجل سريه زايده نفس الكلام لو في نان اتش دي وده غالبا لو كان عنده الاتش دي ال ناقص يبقى هنضيف له اللي هو التي سي نفس الكلام بس هو استاتين طيب حتى طب لو كان المريض طبيعي مش عنده حاجه ياخد استاتين بقى ليه يا اولاد مش انا قلت لكم هو يساوي اسكيميك هارت ديزيز ايكوفالنت طب ما الاسكيميك هارت ديزيز وكيف بنكتب له ايه استاتين يبقى زي مريض القلب بالظبط لازم اكتب له استاتين طيب انا عندي مريضين مريض عدى ال 40 ومريض تحت ال 40 المريض اللي عدى ال 40 يا اولاد قلت لك انت مني لك تكتب له هديتين اول هديه استاتين نمره 2 اسبرين جرعه 81 مللي جرام الجرعه اللي عندكم هنا معتبره هنا في مصر 75 بعض الدول ما عن اي دوله في مثلا الهند 150 ومصر برضه احنا 150 اوروبا مثلا 200 وشويه او 300 لا تزيد الجرعه عن حبات اسبرين الكبيره المهم يعني هي 325 لا تزيد في اي دوله يبقى الجرعه تتراوح من 81 حتى كام يا اولاد؟ اي حاجه من دول صح اي حاجه من دول صح كلهم افكت طيب يبقى استاتين ده في مريض السكر اللي عدى ايه يا اولاد؟ 40 ل 40 لو عايز تاخد هديه من عمك عطيه كمان ادي له اوميجا 3 مش هو زي مريض احنا قلنا زي مريض الاسكيميك طب ما الاسكيميك كده لازم ياخد اوميجا 3 انت ارزمك انت بليتلت وتقلل التريجل سيد اللي هي عنده مشكله وترفع الاتش دي اللي عنده مشكله يبقى فعلا الاوميجا 3 موصوفه لما بس خد ايه مشكله الاوميجا 3 لاحظ السادة في تزود الوزن هو المريض السكر مش عايز يزود له الوزن عشان الريزيستنس وعشان السكر هيتلخبط بس قلل الاكل وعوضها بنقول له الاوميجا 6 ديت غذاء دهون فانت تقلل الاكل بتاعك شويه خد الاوميجا 6 واحده كل يوم اللي هي 1 جرام تعتبر بروفيلاكس او اضعف الايمان ياكل اسماك ياخد ثلاث مرات في الاسبوع من هي فئه المياه البارده اللي احنا قلنا عليها دي اقل حاجه تعملها طيب طب قبل ال 40 هل ياخد استاتين يا دكتور برضه؟ والله دي فيها يا اولاد دبيت مدارس مختلفه المكتوب عندكم ده هو تحت ده هو الاحتمالات لو كان عنده خطوره عليه ايه الخطوره عليه السكر بتاعه عمل له ريتينوبس او عمل له نفروبس او الضغط بتاعه عالي او السكر مش مظبوط او عنده فاميلي هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز يعني في خطوره عليه لابد برضه اديله ايه استاتين يا اخي كرر كلامك تاني كرر كلامك تاني حتى لو كان الكوليسترول بتاعه طبيعي ودون نعم ليه تعتمد عليه انت واثق من نفسك قوي كده نعم ليه واثق من نفسك لانه الاستاتين لها بليوتروبيك افكت لانه الاستاتين الوحيده من هذه الادويه اللي مرت علينا اللي انترفير مع الباسوجينيسيس بتاعه الاسيرسكلروز لانه الاستاتين بتقلل المورتاليتي 35% لانه الاستاتين بتمنع الاسيرسكلروز بصرف النظر عن اللي هي الافكت لان لها انتي اوكسيدانت مش كده يا اولاد؟ وانتي انفلاماتوري وانتي بليتلت وانتي ثروبوتيك وستابلايز حاجات كثيره جدا بصرف النظر عن الدهون عشان كده لو جات لك حاله سكيميك هارت ديزيز او واحد عنده سكر عدى ال 40 اديله استاتين وانت مغمض زي ما قلت لك
لها فوائد. بدي له بقى جرعه بسيطه 10 مللي اقل جرعتك دي حاجه بروفلاكتيك مش علاجيه حاجه وقائيه. واضح يا ولاد الكلام؟ اقلب الصفحه. طبعا لما تيجي تعمل كومباينيشن ما بين الاستاتين والفايبرين او الاستاتين والنياسين او اي حاجه من الحاجات ديت يا شباب لابد ان احنا نقلل جرعه مين؟ الاستاتين الى الربع. الى الربع يعني كنت بتدي 80 تدي 20. الجرعه الماكسيمم في الاستاتين 80 احنا قلنا المينيمم 5. يبقى انت لو بتدي مثلا 80 ادي الربع 20، لو بتدي 40 ادي الربع 10. خلصنا من الكلام ده. نيجي بقى اخر حاجه يا بدا يا اولاد. اذا كانت هناك طبعا دواء بتعمل دراج دراج انتراكشن احنا قلنا هتختار مين؟ البرافاستاتين صح؟ اذا كنت تريد دواء قوي من عيله الاستاتين احسن ادويه اللي هو الزوفا والطرفه والبتات ثلاثه قوه واحده. وبالمناسبه احنا ما قلناش وقت اعطاء الدواء، ممكن تعطي الاستاتين صباحا نعم اللي هم دول الثلاثه دول، لما الباقيين لابد يعطوا ايه؟ بعد العشاء لان الشورت هاف لايف. لا تعطى النياسين لمرضى السكر صح ولا مش صح؟ أيوة. بيرفع السكر هو بيعمل ريزيستنس مفيش ما يعني ليه كده؟ انا قلت لك اختار الاستاتين احنا حلينا السكر وخلاص. لا تعطى النياسين لمرضى النقرس الوحيده الذي يخفض الليبوبروتيليتي ليه لو جت لك مساله فيها او ام سي كيو في الليبوبروتيليتي يبقى هو المحيد مين؟ النياسين. اقوى دواء لرفع الاتش دي هو مين يا اولاد؟ النياسين ثم بس ده ما يديكش فكره خطا اللي بعدكم بيفهم مس اندرستاندنج ازاي؟ يلاقي مثلا الاتش دي ال منخفض اقول له يا حبيبي ايه الجول بتاعك كام؟ نسي الجول يقوم يكتب لي انا بستغرب بعد ده كله التوضيح ده كله يقول لك ايه الاتش دي اللي عدى 40. يا سبحان الله مين قال لك كده يا ابني؟ مش يقول لك يا دكتور مش النورمال لازم يعدي 40؟ ايوه صح بس احنا قلنا لك ده اوبجيكتيف ده جول عندنا في العلاج مش جول يا حبيبي الاتش دي ال لما يكون منخفض الجول بتاعك ال دي ال صح؟ نمره اثنين الدي سي على الاتش دي ال واضح الكلام عشان بقى اكررها تاني. طب مين اللي حقق لك الهدف بتاعك؟ نمره واحد اكتب الاستاتين. ما حققش الهدف بتاعك ضيف له النياسين. واضح؟ لانه لاحظ بص الاوبجيكتيف الثاني ايه؟ هو ما قالش اتش دي ال، قال لك التي سي. مين اللي بيأثر على التي سي؟ كوليسترول يعني؟ الاستاتين. يبقى جه منطقه اكتب مين؟ علل البسط. صح؟ وبيرفع المكان برضه هيقلل لك هيظبط لك، كانت سته هتاكل هتاكل. هو ده اللي بيحقق الهدف بتاعه، عشان كده هكتب استاتر الاول. لو ما حققش الهدف بتاعه اضيف له مين؟ النياسين. مش معنى كده ان النياسين هو نعم اقوى واحد بس مش اول واحد، لان احنا الناس ماديين قلنا احنا مورتاليت اللي بقى المورتاليت فوق راسنا تخفض له وتعمل له وتموت المريض ما عملت لناش حاجه. طيب بعد كده الدواء الذي يعمل حصوات في المراره هو مين يا اولاد؟ الفايبرين. ادويه الصرع على فكره سبحان الله ادويه الصرع اللي هو عارفينها انتم في نظام الحاجات دي كلها بتعمل اندكشن للليفر ميكروزيمال انزايم بتزود تصنيع الاتش دي ال سبحان الله. فعشان كده بتقلل الخطوره على مرضى القلب الفايبريت عكس النياسين تخفض السكر واليوريك اسيد كده يا اولاد ولا ايه؟ الدواء المسموح اثناء الحمل عشان لو جات لنا واحده حامل مساله يبقى ايه؟ هو مين؟ طيب الريزين بيعالج التريجليسرايد ولا الكوليسترول؟ الكوليسترول ينفع يبقى تكتبه امتى بس؟ لو عندي ايه؟ الكوليسترول بس، لما كان في زياده في التريجليسرايد ما ينفعش عشان يبقى الكلام واضح. طب هعمل ايه؟ اسيبها لحد بعد الولاده لان الريسك عليها باكتر، انا هضر الطفل ده كاتيجوري اكس استاتين كاتيجوري اكس خلاص اسيبها لحد بعد الولاده. غالبا الحامل تبقى سنها صغير ما بتكونش دخلت في الريسك بتاع الديسليبيديميا ولا حاجه ما بتكونش عندها حاجه. الحاله هذه مش هستخدم الدكتور نعم ده واحدة حامل وعندها الكوليسترول عالي نعم بقول لك بسيبها خليها كده نعم ما اقدرش عليها الاستاتين كاتيجوري اكس والفايبريت كاتيجوري كل الحاجات ممنوعة والنياسين ممنوع بعمل لايف ستايل بس هدي الاوميجا ما الاوميجا بترفع الكوليسترول خلاص طيب نعم حتى لو فابيلا انا ما اقدرش اعالج واحدة حامل بالحاجات اللي احنا قلنا عليها ادويتنا كلها ما فيش الا ريزيز بس دكتور معلش النياسين ما نعطيهم المرضى الجاوت معلش الميكانيزم النياسين يا اولاد انت تلاحظوا هو اسمه ايه؟ نيكوتينيك اسيد ايوه اسيد مرضى الجاوت عندهم زياده في اليوريك اسيد فهو كومبيت مع اليوريك اسيد فور اكسكريشن من الكلى بس نمره بعد كده يا شباب قلنا بالنسبه للطفل لو جالك طفل صغير زي ما الاخ بيقول الفاميليا واحد طفل صغير عنده ديسليبيديميا قلنا ديسليبيديميا فاميليال يعني وارث العمليه عالجه ولا ما عالجوش يا اولاد؟ بنتظر حتى 8 سنوات وممكن ادي له في الفتره دي ادي له ريزنس خلاص؟
بعد كده الاستاتين ممكن ابدا بها بعد 8 ليه يا حبيبي استنيت؟ عشان المخ لانه الميلينيشن بتاع المخ ونمو المخ يكتمل بعد في هذا السن، فبنتظر. وبعدين ما فيش استعجال، لو جاله القلب مش هيجيله في سن 10 سنوات، هيجيله في سن 20 فوق ال 20. فانت مستعجل ليه؟ ما تستعجلش. طيب الريزينز تمسك باين اول دراكس ما عدا مين يا اولاد؟ النياسين. اكثر الادويه سايد افكت هو مين؟ النياسين. واللي حطيته مع الاستاتين يعمل مايوبس، صح؟ هو نفسه يعمل هيباتا توكسيستي لما بنحطه مع الناس يعمل مايوبس، انا بقلل الجرعات. طيب قلنا فائدة الاوميجا 3. اخر حاجه بقى احنا قلنا وحكيناها اللي هو ذاكره الدهون عدت 2000. وبعدين قلنا موضوع الادويه اللي هو السكن الدراكس اللي هو البيتا بلوكر والدايوريتك. لو عندك هتقارن يقول لك توقف الدواء ولا دي الدواء ده بيرفع الدهون، لا بشوف الكوست بينفيت. لا يا حبيبي الدواء ده بتاع مورتاليتي، بيتا بلوكر مع اسكيميك هارت ديزيز لازم تتكتب. طب بترفع مش مشكله، انا اسيطر على الدهون. واضح يا اولاد؟ انا ليها ايه، لها فايده. ارجو ان انتم تكونوا لميتوا الخطه كده، ودعونا بقى ان شاء الله نخش على ليه على الحالات كده بسرعه وشويه اكسيدنا وايه، وبعدين نخش على زي الانهبيتور زي الليزينوبريل نمره 3 اسبرين، لانه البليتلت لها دور، صح؟ مش بتيجي يا اولاد بليتلت درايف ذا جروس فاكتورز وكده، فانا لما بنهبت البليتلت برضه بمنع الريجليشن بتاع الاسيد اسكلور. هذا نمره 1. نمره 2 استاتين ار بريسكرايبد ان بيشنت ويز هاي ريسك كورونا هارت ديزيز ايفن اف ذا ام دي ال از نورمال. لان لها بليوتروبيك افكت، صح؟ صح ولا مش صح؟ ايه البليوتروبيك افكت؟ على الفيزل وول وعلى البلاك وعلى البلاد انتي ثرومبوتيك. فبتكتبها حتى لو ليه دي ال نورمال، مع مرضى الاسكيميك هارت ومع مرضى السكر. لسه قايلين الخطه بتاعت، على فكره الخطه على عندكم لم تدع شيء، كل حاجه فيها، فيها النظر وفيها العمل وفيها كل حاجه، اللي يتقنها كويس يبقى ممتاز في علاج اي حاله استبدال ان شاء الله. نمره 3 استروجين اند ثيروكسين لور ال ال دي ال. احنا قلنا يا ولاد اللي عندها هايبوثيروديزم يكون عندهم زياده في الكوليسترول، طب ليه؟ انا صح، دول بيعملوا ايه؟ دول اصلا ايه الميكانيزم بتاع الاستروجين والثيروكسين؟ بروح على نيوكليس يا ولاد، صح؟ يعملوا سينسز اوف نيو بروتين زي مين؟ زي الفايبريت، صح؟ فدول بيصنعوا ال دي ال ريسبتور. فطالما بيصنعوا ال دي ال ريسبتور يبقى بياخدوا الكوليسترول من الدم وينزلوه فين؟ في الباين، صح؟ عشان كده تلاحظوا الشاطر منكم يفتكر في الكونتراسيبتيف بيلز قلنا ايه؟ قلنا من ضمن السايد افكت بتاعتها تعمل حصوات في المرارة، ايوه والفايبريت تعمل حصوات في المرارة. كيف عملوا حصوات؟ خدوا الكوليسترول من الدم نزلوه في الباين. واضح الكلام يا اولاد؟ يبقى هم يبقى انت لما يكون واحده اعطيتها ثيروكسين او اعطيتها استروجين يخفض الكوليسترول. مش احنا قلنا السيدات قبل المينوبوز عندهم ليس استروجين؟ ازاي؟ لان عندهم زياده في الاخراج، زياده في اخراج ال دي ال. كيف زاد في الاخراج؟ زاد ال دي ال ريسبتور. طب ازاي هم زودوا ال دي ال ريسبتور؟ ال دي ال ريسبتور بروتين، نعم، ما هم بيصنعوا بروتين لانهم بيشتغلوا على النيوكليوس، عيله كده كامله تشتغل على النيوكليوس. واضح يا اولاد؟ بعد كده الستمايك انهبت ابزوربشن اوف كوليسترول، صح؟ دايركتلي. بينما الريزنز انهبت الكوليسترول ابزوربشن ان دايركت. طب ناخد ناخد الاول الاستمايب، ازاي هو انهبت الكوليسترول ابزوربشن؟ كومبيت مع الريسبتور، صح؟ نيمان بيك سي 1 ال 1، تمام. طيب امال الريزن بتنام بتعمل ايه؟ طب الفايل مهمه لامتصاص الكوليسترول؟ مهمه، ايوه عشان تساعد، صح؟ لانها بتساعد في امتصاص الكوليسترول. واضح دي يا اولاد الجماعه اللي ورا الشباب؟ واضح معانا؟ طيب بعد كده الفينو فايبريت is safer to be combined with statin than other fibrin. نوت انهبيتر انزيم وخلاص، او الـ الاورجانيك انو ترانسبورتر، ما في مشكله. نوت انهبيتر اورجانيك انو ترانسبورتر او نوت انهبيتر الميتابوليزم، الاثنين صح. داز نوت انترفير ويز ميتابوليزم اوف ستاتين، او داز نوت انترفير ويز ترانزفير اوف ستاتين انتو ليفر، ما في مشكله، الاثنين صح. طيب از ات ماي باند ريزنس ار ويز ليست سايد افكت لوكال، صح؟ هم الاثنين بيشتغلوا ايه يا اولاد؟ الجاب تحت، لوكال تحت، الجاب جنب مين؟ الجاب تحت، نعم في الجي اي تي، صح؟ نعم في الجي اي تي، الاثنين بيشتغلوا على الجي اي تي، هم ما لهمش سيستميك سايد افكت. طيب when combined with statins niacin increases myocytes although it does not increase their serum levels. نعم عشان بتقلل الكوليسترول، يبقى النياسين يا ولاد بتقلل الكوليسترول والاستاتين بتقلل الكوليسترول، صح؟ الاثنين مع بعض ممكن ياثروا على الايه؟ على السيل ميمبرين فيعمل مايوسايتس. عشان تلاحظوا كده، لما قللنا الكوليسترول جامد، صح؟ انا قلتها في الخطه،
انا قلت ان ياسين لوحده بيعمل هباتا توكسيست، ان جرعه كبيره بدي جرامات اقل الجرعه بتاعتك. هو والاستاتين نزلوا مين الكوليسترول، السيل ممبرين حصل له مشكله، حصل فيه ديسنتجريشن، حصل فيه ايه؟ ميه. صح. طيب استاتين اند فايبريت كومبينيشن از ريسك تو ذا بيشن، بيعمل ايه يا اولاد؟ ايوه بس الميه سايت معروف اخطر. اوعى تنسى الميه سايت دي بتموت يا اولاد، مش بتموت بس وبتعمل رينال فيلير. كان واحد زميلكم بتاع يا عم عمار سالتني ازاي بيعمل رينال فيلير الميوسايتس دي. الميوسايتس تكسير في العضلات، طلع منها الميوجلوبين هو الماده الحمراء دي زي الهيموجلوبين، تنزل في البالون الاحمر. طب لو زادت تترسب في التيوبولز بتاعه الكدني، تقفل الكدني خالص، يحصل فيه رينال فيلير. خطر يعني مش سهل. وده اللي ينطبق على اي دواء يعمل ميوسايتس بما فيها الادويه اللي بتعمل كونفالشنز. الادويه اللي بتعمل ايه يا اولاد؟ كونفالشنز، تعمل تشنجات زي السيوفيلين والحاجات دي. شكرا. اي دواء يعمل كونفالشنز يا اولاد ممكن يعمل ايه؟ يعمل مايوسايتس ويعمل رينال فيلير. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده. فايبريت ار نوت يوزد ان تريتنج هايبر ترايجليسيريديميا اسوشيتد ويز كرونيك الكوليزم. اللي بيشربوا الكحول وعنده ترايجليس، طبعا الكحول بيزود ترايجليس رايت لانه بيزود تصنيع الفيري لو. صح؟ تيجي تعالجه بالفايبريت يحصل له مشكله، يحصل له مايوسايتس. فوجدوا انه زياده الكحول مع الفايبريت يعمل مايوسايتس. تكتبوها بس معلومه عندكم، احنا قلناها في المحاضره بس يمكن ما خدتش بالك. الكحول، رجعوا المحاضره تلاقوها. الكحول مع الفايبريت يعمل ايه يا اولاد؟ مايوسايتس. دي حاجه ثانيه، دي ياسين، ما انت عندك البديل، دي اوميجا 3. ما تزنقش، عندك بدائل. امال احنا ليه بندي اكتر من دواء؟ وبعدين يقول لك يا دكتور ما تدينا دواء واحد وخلاص. يا ابني ما ينفعش. اللي مارس الطب وواحد طالب يقول له علمني دواء واحد، يبقى الطالب ما عندوش، ما يعرفش حاجه. لا، بكره تتعب دلوقتي بس تلاقي نفسك عندك بدائل، تعرف تحل المشكله. لما عندي دواء استاتن، طب استاتن يا حبيبي ممنوع على المريض، نعمل ايه طيب؟ واحده حامل اهي مثلا، ما عندكش بديل؟ لا والله ما قريتش بيزين، اصل الدواء تعبان كده وله سايد افكت. ما هو ضروري اهو، محتاجينه. طيب مرش ديت احمد. تسعه. استمايب دازنت ديكريس بايل اسيد اور فات سولوبل فيتامينز بات ريزينز دو. الكوليسترول الريزينز طبعا تعمل ايه؟ بتمسك اي حاجه صح؟ فطبعا دي واضح ان هي هتمسك كل حاجه، لانها بتمسك البايل اسيد، والبايل اسيد لازمه لامتصاص مين؟ الفات سولوبل فيتامين. لكن الاستمايب بيعمل ايه؟ كومبيت على ريسبتور متخصص. ريسبتور بتاع مين؟ الكوليسترول بس. ان سي بي. عشان كده الاستمايب ما يعملش نقص في فات سولوبل فيتامين. لما الريزينز تعمل نقص في فات سولوبل فيتامين. واضح يا اولاد؟ طيب ماشي. الحاجه المعينه دي سيبكم منها بقى خلاص، دي مكرره يعني. طيب ناخد شويه من دول كده وبعدين نخش على الحلقه. شوفوا ده صح وغلط وليه؟ فكروا معايا. صح او غلط ولماذا صح او غلط؟ نمره واحد. الريزينز اكت باي انهانسنج ابزوربشن اوف بايل اسيد فروم ذا جاد. هل ده صح يا ولاد؟ هل هي بتزود امتصاص البايل اسيد ولا بتقلل؟ صح ولا مش صح؟ طيب يبقى ده خطا. نمره اثنين. Decreased hepatic cholesterol synthesis elevates LDL receptor. صح؟ مظبوط؟ ايوه هذا ريفلكس. ده ميكانيزم بتاع مين؟ ستاتين. ستاتين؟ أيوة. صح. نمرة ثلاثة. سيمفاستاتين ريديوسز ال دي ال باي 5%. هل صح يا ابني؟ 20 30% في الجرعة اللو؟ الى 60. في الجرعة الهاي؟ الى 60. 60%. يبقى الكلام ده صح يا ولاد؟ ولا ما كناش كتبناه؟ اذا كان الدايت 20%. امال الستاتين عملوا الستاتين الستاتين الستاتين؟ لا ده قوي اقوى حاجة. نقول اقوى حاجة في ال دي ال. ماشي يا ولاد؟ طيب. بعد كده كو ادمنستريشن اوف ستاتين اند ريزنز has no greater effect than either drug alone. هل الكلام ده صح ولا لا؟ هو الريزين بتقلل مين؟ الكوليسترول. مش كده الكوليسترول؟ والاستاتين؟ الاثنين مع بعض يعملوا كام؟ لا افكت عالي جدا. استخدمها في الفاميليا الهايبر كوليسترولين حالة الخطر اللي هي شديد خالص. صح. طيب الفيري لو دينستي لايبوبروتين هاز جريتر كوليسترول ذان ال ال ذان. خلاص. Lowering plasma cholesterol by statin is not related to the dose of statin. هل ده صح يا ولاد؟ لا لا طبعا. كل ما زود الجرعه كام في المية؟ 5 بس. صح برافو. دبلنج يعني دبلنج الجرعه يديني 5% زياده بس، مش دبلنج الافكت. طيب عشان تيجي سؤال ام سي كيو بقول لك انا اعطيتك ستاتين 20 مللي جرام خفض 20% كوليسترول، طب لو خليت الجرعه 40 هتخفض كام؟ 5 يا ولاد. 25. خلاص؟ طيب بعد كده فايبريت فايبريتس ديكريز ذا ابتيك اوف ال دي ال فروم ذا بلازما. ده صح؟ صح. يا راجل
فبيت بتقلل الابتيك بتاع ال ال دي ام البلازما ولا بتزود؟ بتزود عشان كده يرفع بتزود صح ولا مصح؟ دي خطا مظبوط. استاتين كان كوز ماسل بين صح؟ مين تاني يعمل تاني ماسل بين؟ الفايبريت والنياسين. فايبريت والنياسين طيب. بعد كده الاستاتين ديكريز البلاد فورميشن صح ماشي. بعديها استاتين ديكريز كوليسترول سيجنيفيكانتلي وزن 3 دايز. هل الكلام ده صح ولا لا؟ هل بتقلل في خلال 3 ايام؟ لا وقت انا بقيس بعد قد ايه. طيب اسال نفسك بتقيس بعد قد ايه؟ عايز مده طويله عايز مده صح يبقى كده لا 3 ايام لا انت يعني غلط. وده برضو حته مهمه يا اولاد. انت كتبت الدواء للمريض هتقول له حلل امتى؟ هقول له حلل بعد 3 ايام. هقول له يا دكتور ده الدواء بتاعك ما جابش اي نتيجه زي الكوليسترول زي ما هو. ما انت اللي غشيم. حد بيعمل كده يا اخي؟ قول له شهر ونص شهر ونص لانه في هاف لايف للكوليسترول وفي هاف لايف للدواء والدواء عشان يجيب ماكسيمم افكت عايز 4 هاف لايفز وانا بديه مره كل يوم يعني عايز 4 ايام حتى يصل للستيشن ستيت يبدا يشتغل كويس. دول ياخد حتى اسبوعين. واضح الكلام يا طيب. بعد كده if a person is at high risk of coronary vascular disease his total cholesterol should be اقل من 240. الكلام ده صح يا اولاد؟ هل اتعلمنا كده؟ لا. لو عندي واحد هاي ريسك يبقى اقل يبقى ايه المطلوب عند الجول بتاعي ايه يعني؟ اقل من كام؟ 100 صح. اللي عنده هاي ريسك لان هو اكتر عدى ال 20% ايه معنى عدى ال 20%؟ يعني لو عندي 100 واحد 20 واحد منهم هيجي لهم اسكيميك هارت ديسيز في ال 10 سنين الجايين. عشان كده بقول لك مريض السكر اعلى واحد يجي له اسكيميك هارت ديسيز امراض القلب. ليه؟ لانه اعلى من 20%. لما يكون 100 واحد مريض سكر 20% منهم على الاقل اقل حال هيجي لهم ممكن يكون 50% هيجي لهم اسكيميك هارت ديسيز في ال 10 سنين بتوع الجايين دول. واضح يا الكلام؟ يعني كل سنه لو وزعتها هتلاقي كل سنه 2% 2 في 10 يبقى 20 كل سنه 2% منهم 2% منهم 2 من المية يعني. طيب فيش اويل انكريز بليتلت اجريجيشن صح؟ خلاص. انكريز ابتيك اوف فيجيتابل از ريكومندد ان هايبرليبيديميا صح؟ بقلل الابزوربشن وبقلل ان انا اخد سمبل شوجر حاجه اندايركت. طيب دايتري موديفيكيشن اوف كوليسترول انتيك كان ريديوس بلازما كوليسترول باي 50%. هل ده صح ولا لا؟ 20 اقصى حاجه 20. لا الدايت بس الدايت بس ممكن 10 15 20 يا سيدي خلاها 20 ما فيش مشكله. طيب بعد كده ان انديفيدوال ويز هاي دنسيتي لايبوبروتين ذير از لورينج ان ذا ريسك اوف كورونا هارت ديزيز اف ذا اتش دي ال از ريديوس. ده فولس طبعا خطا لازم يرتفع مظبوط. ان امبورتنت كونتريبيوتر تو ذا ديفلوبمنت اوف هايبر كوليسترول از ا جينيتك ديفيكت صح. دي حاجه باين معلش انا جايب الحاجات دي من كتب اجنبيه كتب انجليزيه وامريكيه يعني ايه فانا بقول لكم الناس بتتكلم ازاي بره حتى لما تسافر بره ان شاء الله تلاقي هذا الفكره. طيب كو ادمنستريشن اوف بايل اسيد ريزنس اند ستاتين سالفنام دي مكرره دي مش كده؟ دي مكرره. رزوفا ستاتين انكريزز وارفارين افكت صح. ليه؟ ليه الرزوفا يزود الوارفارين افكت؟ لانه على البايندنج بلازما على البايندنج بروتين اه نعم صح نعم صح. هو اصلا الستاتين لها ثرومبوتيك ده نمره واحد لجميع الستاتين. في حاجه تخص الرزوفا بقى لانه متابولايزد وانهبت 2 سي 9 فكرتم اف بي ار دوك اس اي ال الاف بي ار سمول بالاماره على 2 سي 9 اللي بتكسر الورفرين فهو الرزوفا ستاتين انهبت الورفرين. جميل. بعدين فايبريت انكريز وارفرين افكت صح ولا مش صح الاول؟ الفايبريت بيزود نفس الكلام صح؟ اقول له صح. ليه؟ سببين. الفايبريت لها انتي ثرومبوتيك قلنا طريقه غير مباشره. نمره اثنين ان الفايبريت بايند للبلازما بروتين وتعمل ديسبليس للوارفارين. واضح يا اولاد؟ طيب اللي بعديها فايبريت انكريز هاي دنست لايبوبروتين صح؟ مظبوط. اللي بعديها اوميجا 3 فاتي اسيد هاف ان انتي ثرومبوتيك افكت صح. الشيلدرن از فاميليا الهايبر كوليستيريم ما شود نوت بي تريتد اكسبت افتر 8 سنوات صح عشان المخ. فايبريت الون ار نوت بريفيرد ان تريتنج فاميليا الكومباند هايبر ليبيديميا. الفاميليا الكومباند هايبر ليبيديميا اللي هي فيها فيري لو دينست عالي خالص. بقول لك لو اديت فايبريت بس فيها مشكله ايه اللي هيحصل؟ ارتفاع الكوليسترول. هنحط معاها مين؟ الاستاتين. هي ومين كمان هي ومين كمان يا اولاد؟ مين اللي بيرفع التراي جلسترول تاني؟ الريزن صح؟ الريزن بترفع التراي جلسترول. تمام.
البيشنت مينتيند ان انتي بيليتيك دراج شو ليس كورونري هارت اتاكس صح ليتش دي العيال لانه بيعمل اندكشن ودي حكمه ربنا كفايه ان هم فين ياخذوا عندهم سرعه شوف بقى سرعه وكلب. طيب اوميجا 3 فاتي اسيد ار كونتر انديكيتد ان تايب 2 ديس ليبيديميا رفع البي ال صح ولا مش صح؟ ليه؟ لان الاوميجا 3 بترفع كيف ترفع ال 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 تقلل انا لان بتعمل لايبوبروتين لايبين ستيميوليشن فبيحول الفيري لو الى لو فاللو بيزيد طبيعي زي الفايبريت بالظبط عشان كده تحط معاه حاجه تخفض ال ال دي ال زي الاستاتين لو المريض عنده زياده في الحاجات دي. اتورفا ستاتين از نوت نيسيسري تو بي جيفن ان ذا ايفنينج افتر مين مش مهم ياخد بتاخد بالليل صح ليه؟ هو مين كمان؟ مين اللي لازم يتاخد بالليل؟ سيمفاستاتين والحاجات والفلوقا والبرافا والحاجات دي كلها. طيب statin are indicated in cases of homozygous familial hypercholesterolemia. No. ليه؟ بس فكروا في السؤال بس. في حاجة اسمها familial يا أولاد hypercholesterolemia. صح ولا مش صح؟ المرض ده عبارة عن إيه؟ اللي ده مش موجود. في منه homozygous وفي منه heterozygous. homozygous يعني الاثنين كروموزوم يعني ما فيش عنده إلا دي ال خالص يعني حتى لو خد statin مش هزيد الإل دي ال. امال انت هتكتب ستاتين ليه؟ عشان حد يفكر كده عشان الاذر فيكتور ستاتين ها لا الطفل صغير فاميليا لسه صغير فكر كده في الميكانيزم بتاع الاستاتين هي تمنع التكوين يبقى منع التكوين الفيريلو يبقى استفاد ولا ما استفادش يبقى حتى ليه مزاجس بكتب هذا الفكره بصراحه اكتب بقى الاستاتين القويه ولا الضعيفه؟ القويه اللي هي بزوفا والبتافا وما بكتبش بقى السيفر واضح يا ولاد؟ ما في مرض اسمه فاميليال هايبر كوليستيروليميا في منه تو تايب هيتروزايجس وهوموزايجس هيتروزايجس عنده شويه ريسبت الاستاتين هتشتغل ما فيش فرق لان عنده ريسبت لكن الهوموزايجس ما عندوش ريسبت ما عندوش الجين بتاع الريسبت طب انت هتستاتين تكتبها ليه يا حبيبي يا عم ما الاستاتين بتشتغل ازاي؟ انهبت تصنيع الكوليسترول فلما منعت تصنيع الكوليسترول منعت الفيري اللي هو دينست لايبوبروتين اللي هو بيتكون من تريجليسترات مع الكوليسترول يبقى دي فايده الفايده الثانيه بقى بتاعتها اللي هي ال ال دي ال مش هتبقى موجود مش مشكله يبقى احنا خدنا فايده حتى لو 50% ما هكتب له ايه ثاني ما عنديش حاجه ثاني ممكن اضيف له الريزنس صح يا اولاد ممكن اضيف له ايه ليه تشتغل لوكال يبقى ده علاقه المريض بتاع الفاميليال هايبر كوليستيروليم اخر حاجه يا اولاد الريزنس مي كوز اليفيشن اوف تريجليسرايد صح ولا مش صح ليه كومبنساتور انكريز ان فيري لو دينسترايب بروتين الريزنس to be effective should be taken with meals صح ولا خطا ليه عشان هي اصلا بتشتغل ازاي الباير والباير بيزيد امتى لما خدته وانا صايم هتعمل ايه مفيش باير صح ولا مش صح هي بتشتغل ازاي بتشتغل تمسك الباير مفيش باير او قليل طيب ريزنز هاف نو سيستميك سايد افكت صح ولا مش صح نعم ما بتمتص اخر حاجه ريزنز ما انكريز وارفرين افكت صح ولا خطا ازاي؟ ممكن تقلل فيتامين كي ممكن تمسك وهي ممكن تمسك الورفرين يعني تعمل كده بس هي اصلا عشان فيتامين كي يعني عشان الفيتامين كي كده يا اولاد كفايه على الاكسبيرين اهو ونخش بقى بعد كده على الحالات كده يا احمد كده كانت اول حاله وانا اصلا انا غيرت الحالات امبارح كده يعني اللي عليها اوكي الحاله اللي عليها اوكي يعني خلاص خدناها يعني السنه الحالات اللي مش عليها اوكي ما ذكرتهاش نفسك عايز اللي عايز يقراها يقراها مش بس عليها كلام كتير الحالات الكبيرة اللي هي مش على احنا خلينا لكم الحالات بتاعت اللي هي الشباب يعني كويس طيب الحالة الأولى بصوا كده للفكرة وابدأوا بقى طبقوا الخطة اللي احنا قلنا عليها الخطة اللي احنا قلنا عليها نمرة واحد هذا مريض عالي 52 سنة ريسك ولا مش ريسك؟ اكتب على طول بسرعة ده واحد عد على طول كده خليك جدع يلا عشان ايه ما تمتوش وز هو اكتف سكول تيتشر 4 years ago he was diagnosed as having high total cholesterol and elevated blood pressure. بطاطا ريس ولا مش ريس؟ بطاطا ريس ناخدها بالمره واحنا بنقرا كده. For which he was started on simvastatin 10 ملي جرام. خد simvastatin ايه يا ولاد؟ 10 وخد بندروفلو ميسايزايد ده دايوريتيك اسمه زايسايد. ايه الزايسايد دي بترفع الدهون؟ ماشي بس المهم للضغط قلت لكم ايه بتقلل المورتاليتي. اسيبها ولا اشيلها؟ لازم اخدها. ما اقدرش حاجه سبحان الله. طيب For which he was started, احنا وصلنا فين؟ Over the years, his dose of simvastatin has been increased. وصلت ده ان الدكتور يزوده سنة عن سنة عشان يوصل الجول. وصلت لكام يا اولاد؟ 40. والجرعة الماكسيموم كام؟ 80. He presents at the clinic
جالك العيالة complaining of pain in his legs. على فكرة أنا قلت لكم هنا في مريضين بعالجهم ديسليبيديما وجالهم الحالة دي. جالهم مايوسايتس. يعني حالة مش ريرة ولا موجودة. طيب. pain in his over the past 10 years. جالهم يعني ألم في الرجلين. Only questioning he revealed that over recent months he has been eating fresh grapefruit. كان بياكل بدأ ياكل ايه؟ grapefruit. And consuming the occasional ويشرب كمان عصير grapefruit. يمكن عايز يخسس نفسه ولا حاجة. المرضى ابو بياخدوها اوراق عشان التخسيس grapefruit. عارفينه ولا ايه؟ مشهور يعني. طبيعي علاقة grapefruit بالدواء بتاعنا. انهبت الميكروزوم. صح. انهبت الميكروزوم الليفر انزايمز. مشهور جدا وانا كاتبه في المحاضرة. صح ولا مش صح؟ جميل. طيب. التنتيتف دياجنوزيس اوف مايوباسي شخصوا الحاله ايه يا اولاد؟ مايوباسي خلاص عندك الحاله دايما احنا في سيرفيتك غالبا بنشخص الحاله وانت كدكتور تجي لك الحاله متشخصه ممكن الا اذا كنت انت الدكتور اللي بيشخص برضه بتشخص وتعالج مفيش مشكله المهم الحاله دي ايه يا اولاد؟ لخصوا لها كده يا اولاد فيها كام ريسك قلنا دلوقتي؟ اثنين فيها اثنين اللي هم مين ومين؟ الضغط والايش؟ في حاجه ثانيه غيره؟ لا مفيش حاجه لا ما قالش حاجه هو ما قالش حاجه هنا خلاص يبقى عنده يبقى الجول بتاع اللي احنا هنظبطه ال دي كام كام يا اولاد 133 هل في عنده تراجل اسرائيل حد اتكلم على تراجل اسرائيل حد اتكلم على الاتش دي ال خلاص لو سالتك على الجول بتاعه تقول لك ال دي ال بتاع الراجل ده لازم يكون اقل من 130 واضح هو واضح ان هو متعالج بايه بستاتين يعني مظبط نفسه خلاص شوف السؤال بقى Explain the possible relation between grapefruit and the condition of the patient. إيه العلاقة بين grapefruit والحالة؟ grapefruit inhibit تكسير الستاتين. والرجل اللي بياخد جرعة كام يا أولاد؟ 10 لا 40 40 ياخد grapefruit معناه وصلت 80 شيء طبيعي اللي يحصل يا أولاد. ما يصح. جميل جدا. طيب أر زير إن أديشنال بايوكيميكال تيست عشان تكونفيرم الكلام بتاعك؟ حلله يا أولاد. سي كي نعم. مش لا انت عايز تثبت ان الالم اللي عنده ده مايوسايتس احلله ايه؟ سي كي احنا قلنا كده وقلنا في الخطه متى احلل السي كي؟ اذا حصل الم او خد دواء ثاني طب ما الجريبو فروت يعتبر دواء ثاني صح؟ فود زي الدواء لانه انهبت الليفر مايكروزوم الانزيم برافو عليك نمرة ثلاثة هاو كان يو سولف ذا بروبلم سبيشالي ذا بيشنت سيت ذات هي ويل كونتين وان جريبو فروت مريض غلس وقال لك لا يا حبيبي انا مش هسيب لك جريبو فروت تعمل ايه بقى؟ غير الستيتمنت صح ادي له ايه؟ برافو يا استاذ 40 برضه ما خسرناش حاجه او بسرعه او غير او جرعه مين؟ استاذ اقللها ما الكوليسترول هيعلى لا جريبو فروت جريبو فروت ما قال لك مش ما هيوقف ايه الحل الثالث؟ غير الدواء خالص الستاتين؟ او غير له من نفس الستاتين بس ما يتعامل لا احنا قلنا نغير هو الحل الوحيد اللي ابلايد هنا هو تغير الدواء صح؟ لا ما بتقدرش تقلل جرعته لانه عشان الكوليسترول وما ايه الاحتمال الثاني تغير الجريبي فروت قال لك مش مغير الجريبي فروت واضح يبقى الثلاث حلول اللي احنا قلناهم موجودين بس الحل اللي هيمشي معانا هو ايه؟ اغير لبرافاستاتين على فكره برضه بالمناسبه الروزوفاستاتين برضه كويس الروزوفاستاتين لانه بتكسر ب 2 سي 9 مش 3 اي 4 الجريبو فروت انهبت 3 اي 4 هذا الحل المساله يلا اللي بعديها شفت يا اولاد المساله بابا يعني او الحاله ما فيها فكره واحده بس الحاله الثانيه مستر ام سي فير اكتف 51 سنه يبقى ريسك ولا مش ريسك؟ ريسك كومبلينج اوف مينيفوزا ده واحده كومبلينج اوف مينيفوزا سيمتوم سيده عندها مينيفوزا سيمتوم فور ات ليست 6 مانثس هي ريسنت ليبد بروفايل الاتي اتش دي ال 35 بس ريسك ولا مش ريسك يا اولاد؟ يبقى اثنين ريسك التوتال كوليسترول بتاعها 100 ماليش دعوه عادي يعني مفيش مشكله هير بلاد بريشر 140 80 يبقى ريسك ولا مش ريسك؟ فكام ريسك عندها؟ ثلاثه ريسك شي ريسيفز نو ميديكيشن بس از مينتيند اون انتنسيف لايف ستايل سبورت تو لور كوليسترول هير ماذر دايت ات ايج اوف 66 اوف هارت اتاك ريسك ولا مش ريسك؟ لا غلط لا يا ابني احنا قلنا السن 65 65 في الفيميل و55 اقل من 55 في الميل واقل من 65 في الفيميل هي سنها كام دلوقتي؟ 66 عدت ولا لا؟ ما عادي شو طب انت عايز تعيش يعني 100 سنه يعني عدت ال 65 خلاص نقول تاني نعمل لكم بس حاجات بسيطه عشان طبعا الامتحان ما يجيش كده بس نقول حاجات بسيطه عشان تبقى صح صح الكلام اللي نقوله تفهمه مش تحفظ بس وتعدي يعني قلنا اقل من كام؟ 65 سنه في الفيميل و55 بالميل دي كام؟ يبقى ريسك ولا مش ريسك؟ لا مش ريسك عادي شيء طبيعي يعني واحده تموت 70 سنه ده شيء طبيعي مش بعتبرها ريسك
عادي حاجة. يعني عمرها دي عادي متوقع ان هي تموت في السن ده فاهمني. لما ماتت قبل 65% يعتبروا ان لا فيها مشكله يبقى القلب عنده مشكله. ده عمل الافتراض. طيب اللي بعديها السؤال هنا بقى ذا بيشنت وود لايك تو بي بريسكرايبد هرمون ريبليسمنت سيرب عايزه تاخد استروجين تو كنترول مينوبوزال سيمبتوم اند ريديوس ذا ريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز. هي بقى راي سعادتك اول سؤال Is it appropriate to prescribe hormone replacement therapy to reduce cardiovascular risk of the patient? نعم. ايه رايك يا ولاد؟ هل توصف ولا ما توصفش؟ الكلام لا لا عليك. طيب قول المبرر. هو عشان سانس. طيب لو هي عندها منو جزء سمبتومز جامد وعندها جينيتال اتروفي عندها مشاكل في التحكم في الهرمون اكتب لها ايه؟ عالجها برافا بكتب لها الكونجيوجيتد استروجين وبكتب لها البروجستيرون. What is the value of measuring the HDL? ايه قيمة ال HDL هنا يا ولاد؟ انه هو طبعا risk, major risk factor. صح. طيب does Mrs. MC have a risk of coronary heart disease that requires treatment with lipid lowering drug? هل عندها risk على الهارت؟ كم دلوقتي كم يا ولاد؟ ثلاثة. يبقى لازم احسب لها. اخش على مين؟ على فرامنجهام. التيبل بتاع فرامنجهام. اخش عدت ال 20 ولا اقل من 20؟ لو عدت ال 20 يبقى ال LDL بتاعها كام؟ 100 اقل من 100. لو بين 10 و20 او اقل من 10 يبقى اقل من 130. خلاص واضح الكلام. يبقى طبقنا الخطه اللي احنا ماشيين عليها. كام ريسك فاكتور؟ 3 يعني اكتر من 2. يبقى انا والله احتمال الست دي تبقى اقل من 130 او اقل من 100. مين اللي يحدد؟ التيبل. تخش على اللاين او على الورقه اللي معايا دي. بس الورقه اللي معاك يا اولاد فيها خطا بس ضيف السكر. كان زمان مش معتبر السكر اسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت، كان معتبره ريسك زي الضغط. لا دلوقتي شال السكر لك لا قالوا ايكوفالنت. هذا الفرق. لما اللاين تخش على اللاين ده ولا الموقع ده وجرب جرب فين قرايبك وكده واصحابك كلهم وانت عم احسب لكم الريسك عليه في ال 10 سنين اللي جايه ان شاء الله. يعني تموت قريب احسب لك الريسك اللي عليك اشوف كام في الميه. فتدخل له مين؟ عمره كام؟ بدخن ما بدخنش؟ مش عارف كده. طب في ثانيه يروح مديك القراءه على طول يقول لك الريسك عليه 5%. قال له ان شاء الله نسبه 5% توكل على الله. ماشي. الحاله الثالثه مريم واحد خلاص خلصنا دي ولا لا؟ بص كده يا ولاد. مريم 51 سنه عندها هيستوري اوف كورونر هارت ديزيز. يبقى انا الجول بتاعها يا شباب اقل من 100 صح ولا مش صح؟ ده مؤكد. لو عندها حاجه ثاني ممكن نقلل من 70 وعامله ستنت عامله دعام في الليفت كورونر وكده وعندها سكر يبقى كام دلوقتي؟ 70 شاطر. يبقى الجول بتاعها يا ولاد هنا؟ 75. ليه؟ اخد على الخطه. عندها كورونري وكويفالنت. انت عايز اكتر من كده. احنا قلنا اما كورونري وكويفالنت او كورونري ومالتيبل ريسك فاكتور او كورونري وميتابوليك سندروم. الكلام واضح. يا اخي الناس الامريكان دول ناس يعني في الطب بصراحه عظمه. واضحين جدا تلاقي فكرهم واضح ومنظمين وعندهم جداول وماشيين على خطط مش حاجات منظمه وجميله. في كذا في كذا. طيب بعد كده هي ريفيرد تو يو فور فولو اب اوف هير كوليسترول. شي از تيكينج طبعا اكيد عندها الهارت تبقى بتاخد ايه يا اولاد؟ سيمفاستات ال 20 ان ذا ايفنينج. ايفنينج صح ولا خطا؟ صح يا عباس. ايه رايك يا عباس؟ صح. رايك؟ انا؟ بالليفنينج كويس صح ولا ده الصبح؟ لا بالليل لانه سيمفا شورت هاك. صح شورت. رغم ان انت بتضحك بس شورت. ماشي طيب. هي بتاخد كمان 200 سوري 2000 ملي جرام ميتفورمين. جرعه صح كده يا عمر اللي جنبين؟ جرعه الميتفورمين كده صح من ذاكرتك ايام السكر؟ صح. جرعه يعني جرعه الميتفورمين كام في اليوم؟ واحد ثلاثة صح؟ الى ثلاثة تبع المدرسة الأوروبية وإلى 2550 تبع المدرسة الأوروبية. إحنا تبع مين؟ والله أنا نعم. المهم ثلاث أقراص ب 850 دول تبع أوروبا. سوري تبع أمريكا. ثلاث أقراص ب 1 جرام دول تبع إيه أوروبا. دول جرعة الماكسيموم. هي بتاخد كام هي دلوقتي يا أولاد؟ 2000. وبالمناسبة الجرعة اللي هتجيب ماكسيموم إفكت للمدفون هي 2 جرام. هي ماكسيموم. بعد كده هتزود هتعمل سايد افكت وبدون فايده. دي نصيحه لكم يعني. اقصى جرعه تديها للمريض عشان الميتاليك تيست وعشان الدياريه والمشاكل هي وعشان الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. بنرجع للكلام. يبقى هي بتاخد 2000 ماشي وبتاخد بايوجلوتازون. مين البايوجلوتازون ده يا حكم؟ هذا سنسيتايزر. صح انسلين سنسيتايزر.
بتاخد مره واحده في اليوم الجرعه بتاعتك. فاكر جرعته من كام لكام؟ 75 صح، من 50 ل 5. ممتاز. المهم يبقى هي تاخد دواء سكر دوايين اهم. الكومبانيشن ده صح ولا خطا يا اولاد؟ خطا، لانه نفس الميكانيزم. لا بس مش نفس المكان، عارف صح، هما الدنس ستايل بس صح، لكن ليفل مكان مختلف. المكان لا 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 مو مظبوط هو بالكلام، هما الدنس ستايل صح، بس ممكن انت تاخده لان ده الميكانيزم وده الميكانيزم. ده بتاخد على البي بار، بي بار جاما، لما ده حاجه ثانيه خالص ما حدش يعرفه بيشتغل ازاي اصلا. بيشتغل على حاجه ثانيه، الميتوكينيز مختلف خالص، مايتوجين اكتيفيتد كينيزم نظام مختلف، بس كلامك لوجيك اوكي. المهم هي بتاخد دوايين سكر، هير دايابيتس از ويل كنترول، هير فاستنج ليبيد بروفايل كالاتي. بص الفاستنج بتاعها بقى، التوتال كوليسترول 215 معديه ولا مش معديه؟ معديه. طريق الاسراد 135 اعملها صح، مفيش مشكله. الاتش دي ال 51 ايه رايك؟ كويس، يبقى الحمد لله ربنا ريحنا من ايه؟ من الاتش دي ال، يبقى مفيش سكندري جول صح؟ ما السكندري جول واحد يختص بالتريجل سرايد، واحد يختص بالاتش، الاثنين كويسين. فهمت يا اولاد مفكر ازاي؟ طيب بعد كده ال ال دي ال بتاعها 137، دي اللي في الكلام. نعم. انت قلت ال ال دي ال الجول بتاعك يوصل كام هنا؟ 70. يبقى انت عايز تنزل من 130 الى 70، عايز تنزل كام يا اولاد؟ 60. 60 من 130 يعني كام في المية؟ 25. 50%؟ ده خير. مين الدواء اللي عندك نازل 50%؟ استاتين. طب ما انت مدي استاتين اهو. طب لو ضعفنا الاستاتين 40؟ لو خليناها 80 كمان 5 يعني 5 و5 ب 10% صح؟ 10% من دول يعني مش هيساعدوني، يعني حوالي كمان 13 صح؟ يبقى لازم اعمل كومبليت. شفت بقى التفكير؟ يبقى انا اللي باخد، مش باخد الفرمه عشان احفظها كده واسمعها، لا بطبق الكلام، علم تطبقه يبقى مفيد وتعمل شغل، تعمل علاج مرضى ممتاز اهو. نيجي بقى للأسئلة. What is your assessment of مريم cholesterol result؟ يعني عالي ولا مش عالي؟ عالي طبعا، لازم نتكلم عن 70. What is the treatment goal for مريم؟ احنا قلنا assess مريم risk for statin induced side effect. هل الست ديت ممكن يجي لها side effect؟ بصوا كده رحلتها يا اولاد. الاول بقول لك مين اهم side effect عندك؟ المايوسايتس. متى تحدث المايوسايتس؟ متى تحدث؟ احنا قلنا في الآيات هنقولها تاني لو كان بياخد ادويه تاني صح؟ السيدات اللي حجمها صغير، الناس اللي عندهم الكليه تعبان، الناس اللي عندهم الليفر تعبان، اللي بياخدوا بري تروماتيك، اللي عندهم عمليه مش عارف ايه، كل الناس دول هم جالهم شوك. كل الناس اللي مهددين، الكليه تتعب، الليفر يتعب، بمعنى اخر يعني بياخد ادويه نيابه، هذا الكلام واضح يا اولاد؟ طيب هل الست دي فيها حاجه من الحاجات دي يا اولاد؟ لا والله فيها سكر. سكر السكر في حد ذاته بيضر الكبد وبيضر الكلى وبيعمل لي مشاكل وبيضر العضلات، فاذا هي ريسك، ان فعلا عندها ريسك ان يجي لها ايه يا اولاد؟ يجي لها مايوسايتس. طيب السؤال، ديزاين ا بلان فور مريم، الخطه بتاعتك الخطه بتاعتك هي هتعمل ايه؟ هتدنك على الستاتين ولا تغير؟ لا انا لازم اغير نوع ثاني من الستاتين. هو ايه؟ مين اقوى واحد؟ صح؟ ريزوفا تدي عندك 10 و20 و40، تدي 40 ولا 20 ولا 10؟ اعلى. ايه رايك يا اولاد؟ بتكلموا انتوا خايفين ليه؟ كومبينيشن. طيب لما مثلا ال 10 بنهبت 40 بنزل 40% مثلا يعني، يبقى ال 20 كام؟ 45. ال 40 50. طب انا هدي 40 بس الماكسيمم دوز، فاهم مشكله على المسايتس؟ 20. يبقى انا خليني 20. صح كلامك صح. بسوي كومبينيشن معاه. وكومبينيشن مع مين بقى؟ بس لو زدت ضفت لزيت ماي يبقى خليها 10. عشان نعمل كومبينيشن؟ صح. يبقى انا هدي الرزوفه يعني نهبت 40، لزيت الميه بنهبت كام لو انت فاكرين؟ 17. 17 و40 47 57. وصلنا اللي احنا عايزينه مش وصلنا؟ وصلنا. وزياده. ومع الريزين. زي ما سالت. ومع الريزين. مع الريزين برضه حوالي 15%، نفس الكلام نفس الفكره. ممكن لو ديت لو ديت. مع الريزين او ديت صح. واضح يا ولاد الكلام؟ خلاص واضح يا شباب؟ اللي بعديها. 45 سنة اولد مانجمنت تندون سيمفاستاتين 80. معنى 80 يعني ايه؟ عادي الجرعة العالية. 1 مانث اجو هي ووز بريسكرايبد سايكل سبورين. مين السايكل سبورين؟ هل هو انهبت الليفر انزيم؟ لا انهبت الكدني، بيعمل ضرر على الكدني. انت مش خدتوها في الامينو سبريسنت في البلاد؟ انهبت الكدني بيبوظ الكلية، يبقى خلاص هيضر على ضر المشكلة. طيب for autoimmune. The patient came to complaining of fatigue, weakness, painful limbs and legs. He said that his urine became red. واضح الكلام؟ عايزين حلقة مباشرة. دراج دراج انتراكشن مباشر، مش عايز الكلام. مين اللي خلى هنا دراج دراج انتراكشن واضح؟ الجرعة الفظيعة دي. 80 على جرعة.
المريض اللي انا بقول لكم عليه الولد اللي كان في الكليه كان بياخد جرعه كبيره جدا، وكان موصوف له، مش انا اللي كتبته، موصوف له، قال لي الدكتور عندي اضرار، تغيرنا بس نزلنا في الجرعه للنص وعملنا له كومبينيشن مع الفابرين بقى بالظبط. بسيطه، حاجه بسيطه خالص، مفيش مبرر عندك تدي الماكسيمم دوز. لان لو انت فاهم فكره الدبلنج 5% يبقى انت راجل 5% راجل، ده انت ممكن تجيبهم باللايف ستايل على 5% تعرض المريض للمايوسايتس. واضح الكلام يا شباب؟ طيب نرجع تاني. What are the possible reason for recent complementary damage؟ احنا قلناها مايوسايتس. How can you be sure؟ احنا قلناها برضه. طيب How can you manage؟ give alternative، اديني البدائل بقى عندك. تعمل ايه بقى؟ نمره واحد اعمل ايه؟ اغير الاستاتين ده، انزل الجرعه بتاعتي، اكتب روزوفا 10 مللي. نمره 2 اغير السايكلوسبورين، صح؟ ادي حاجه مينو سبريسنت ثانيه. نمره 3 اعمل ايه يا اولاد؟ اعمل كومبينيشن، ممكن اعمل انزل الاستاتين خالص 10 واحط معاه فيبرين، يبقى انا قللت الجرعه خالص. بس المايوسايتس لا ما انا قللت الجرعه اهو، قللت الفيبرين زي ما هي الجرعه كانت كامله، كيلو فيبرين 200 مع سيمباستاتين 10. انزل يا حبيبي 5. الخمسة بص عالي 50 سنة، اكتب ريسك ولا مش ريسك؟ اوبيز اثنين، بلاد بريشر 130-80، لا ده مش ريسك، بس اندر ليزوبرين تريتمنت، يعني انت عنده ريسك ولا ده ضحكنا عليكم تاني وقتها. عايزين تشربوا الاسكابين، اشرب انا ميه عشان انتوا عايزين تصحوا. هو علشان قلت لكم اي ضغط بياخد علاج، ان شاء الله يكون 100/80 بياخد علاج خلاص، ما هو عنده ضغط بالاصل، ماليش دعوه بالقراءه. طب ما قال لك بياخد علاج، لما لو ما بياخدش علاج واللي جاي لي لسه الراجل كده بكر وقاس له الضغط وجدته عدى ال 140-80 اقول له لا عندك انت خير. واضح الكلام؟ هنا بياخد علاج. طب ايه السؤال بقى؟ السؤال الايزينوبريل بيرفع الدهون ولا ما بيرفعش الدهون؟ هل سمعت احنا جبنا سيره كده؟ هل قلنا ان الايزينوبريل بيرفع الدهون يا اولاد؟ لا بالمناسبه قول لي كده يا دكتور، ايه الادويه اللي بترفع الدهون من الضغط والقلب؟ الادويه اللي ما بترفعش، احنا جبنا سيره دوايين الدايوريتك والبيتا بلوكر، دول بيرفعوا. مين اللي ما بيرفعش؟ الانجيوتنسين والكاليسيوم شانل والالفا بلوكر. ولو ساعدتكم فاكرين السمباثيتك من سنه اولى، فاكرين انه السمباثيتك سيستم بيعمل ايه يا اولاد؟ لايبولايسيس عن طريق ايه؟ البيتا 3 والالفا. الالفا بتعمل لايبولايسيس، عشان كده ما بتدي الفا بلوكر انهبت اللايبولايسيس. واضح الكلام؟ فالالفا بلوكر مهمه، ما بتعملش زياده في الدهون. المهم نرجع تاني للمساله بتاعتنا بقى. الجلوكوز بتاعه 115، ايه رايك يا اولاد؟ كويس. عبد الله احمد بيقول لك كويس، ماشي. بس فاستنج عدى ال 100. طب الراجل ده يمشي ميتابوليك ولا ما يمشيش؟ يمشي. ايه ميتابوليك؟ 3/5 اوبيز، واحد انا ببساطه كده، واحد اوبيز وبلازما وعنده ريزيستنت بتاع السكر، وبعدين التحليل بتاع لا التريجلس عدت 150 والال دي والاتش دي اقل من 40. هل في حاجه من دول يا اولاد؟ هذا واحد اوبيز. نمره 2 الضغط بتاعه بياخد علاج، اي ضغط بقى بياخد علاج، يبقى 2. وايه كمان؟ السكر عدى 100 خلاص، يبقى متابلكس. ايه معنى متابلكس سندروم؟ يبقى الال دي بتاعه اقل من كام؟ لازم الجول بتاعك لازم يبقى 100 اكويفالنت. انا عايز الناس ترد عشان نطمن. واضح يا شباب الدرجه الثانيه؟ واضح الكلام؟ طيب الانفستيجيشن بقى التراجل اسناد بتاعه 250 عادي، بكتب كده وانا بحل المساله. تراجل اسناد عالي ليه؟ يبقى الجول بتاعي لازم فيها نون اتش دي، صح؟ هذا معنى عالي. نمره 2 الاتش دي ال 25، الله يا دي المشكله. يبقى عندي جول كمان اسمه سكندري تي سي على الاتش دي ال اقل من 3.5، يبقى ديت اسمه سكندري غير البرايمري. مين البرايمري؟ ال دي ال اقل من كام دلوقتي؟ قلنا 100، لانه ميتابوليك سندروم. ما احسبش، ما اخشش على الجدول، ما اخشش على الجدول خلاص، جدول لو مش عندي ميتابوليك سندروم. اوكي طيب، وال ال دي ال بتاعه 190 ال دي ال بتاعه 100. احنا هنا السؤال، بص يا ولاد عشان الجولز، عرفت الجول بقى؟ يبقى الجول بتاعنا هنا نمره 1 ايه؟ نمره 2 نون اتش دي، نمره 3 تي سي. طب النون اتش دي الجول بتاعك كام يعني؟ اقل من 3.5. هو ده زي ال دي بس زود 30. لا انت بتقول اقل من 3.5 اللي هو التي سي على الاتش دي اللي هو الهدف الثالث عشان الاتش دي. واضح يا اولاد ولا نقول تاني؟ طيب سيبنا من المساله دي خلاص، هي هدفها كده بس اللي بعديها. طيب 42 وومن ريسك ولا مش ريسك؟ مش ريسك.
بلازما توتال اجريس ريت 1042 دي برايمري ولا سكندري؟ برايمري صح برايمري هايبر ترايجليسريديميا يمكن من النوع الرابع او حاجه زي كده. طيب عند توتال كوليسترول 386 ريسك ولا مش ريسك؟ زائد يعني انا عندي كوليسترول وعندي تريجليسرايد يبقى كم هدف عندي يا اولاد دلوقتي؟ اثنين ال LDL والنون HDL صح؟ طيب ال HDL عندي 72 كويس ولا مش كويس؟ كويس ده كويس لدرجة ان انا هخصم ريسي هنسيت اقول لكم على دي لو عدت ال HDL 60 تخصم واحد اخصم ريسك واحد تخصم ريسك لا ما ده وكاي يعني مثلا حسبت ثلاثة ريسك لقيت عنده ال HDL عدى ال 60 هو النورما من 40 الى 60 هو عدى ال 60 سواء في الميل او في الميل قول له لا مخصوم عليك واحد يعني انت جدع يبقى عندك كان عندك ثلاثة عندك اثنين صح يا اولاد؟ طيب دي ما قلناهاش معلش طيب المهم الكلام بقيت المشاكل اكيوت بنكرياتايتس لما من 500 من 200 الى 500 بقى على القلب وعلى المخ ستروك وعلى ايه اسكيميك هارت ديزيز طيب بعد كده تاني ايه ويتش اندفيدوال دراج فور كومباينيشن كان سيفلي بي يوز تعرف المريض ده ازاي بقى يا اولاد تعرفت البروجكت بتاعتك دلوقتي عندك هدفين ها اللي هم ايه ال LDL والنون اتش دي ال صح ولا مش صح دول بجيك ليه؟ لان عندي زياده في التراجل السريد وعندي زياده في مين؟ في الكوليسترول هبدا بايه بقى هنا في الحاله دي؟ تبع الخطه مش صح ما ابداش بستاتين ابدا بالفايبرين صح يعني زايد حتى اقل عن كام؟ 500 او 400 بعدين اضيف من هنا كده بقى ستاتين هذا الخطه بتاعتنا بنزلها تبع موجوده عندكم في الكلام العربي اذا كانت الحاله دايما نبدا بستاتين ما عدا حاله واحده بس هي مين الترايجليسرايد عدت كام 500 هنا معديه 500 مرتين واضح يا اولاد ما ينفعش تدي ستاتين في الحاله دي بس الحاله الوحيده هدي ستاتين بس بعدين بعد ما ينزل على 500 اعمل كومباينيشن واظبط الجرعات اقلل الستاتين واقلل الفرق خلاص دي الفكره بتاعتي اسيبك منها بقى خلاص سيبك من الحاله 7 مش عليها اوكي حاله 8 بي تي 50 سنة مان ريسك ولا مش ريسك يا ولاد؟ ريسك الضغط بتاعه 140 85 ريسك تايب 2 دايابيتس ريسك لا ريسك ايه بقى؟ ده اكويفلنت احنا خلاص نو هيستوري اوف كورونا هارت ديسيز يسموك 10 سنين يبقى عنده كام ريسك دلوقتي يا شباب؟ ده هو عنده ريسك اكويفلنت عنده ريسك اكويفلنت عنده سيستمك هارت ديسيز اكويفلنت مع كام ريسك دلوقتي؟ يبقى انت ايه رايكم ال ديل بتاعي 70 70 رفع لانه عنده حاجه اسكيميك هارت مع مالتيبل ريسك ثلاثه هم انت عايز اكتر من كده ايه؟ اوكي روتين كلينيكال فيزيك هي فاوند تو هارت توتال كوليسترول بتاعه كام دلوقتي؟ يبقى انا هدفي ايه؟ دلوقتي ال ال دي ال الاتش دي ال 30 يبقى هدفي ايه؟ تي سي على الاتش دي ال ما كل حاجه لها حاجه التراجل سيد 150 ماليش دم الاتش دي ال يبقى عندي كام هدف انا دلوقتي؟ هدف ايه؟ ال دي ال خلي بالكم المسائل دي بتيجي في الام سي كيو وبتيجي في الحالات كام هدف؟ الهدف مهم طب انت عايز توصل لايه؟ قلت لك تبع الدهون اللي عندك ايه اللي عندك زايد والله انا عندي الكوليسترول الكوليسترول بتاعنا معروف ال ال دي ال مش التوت والله عندي الاتش دي ال اللي منخفض مش الاتش دي ال الاوبجكتيف عندنا لا التي سي على الاتش دي ال والله التريجليسرايد هي المشكله يبقى عندي حاجه اسمها نون اتش دي ال واضح يا اولاد ممكن الثلاثه في مساله واحده ثلاثه جولز واحده برايمري واثنين سكند او واحده برايمري وواحد سكند مفيش حاجه اسمها سكندر لوحده ما عنديش حاجه اسمها نان اتش دي ال لوحده او تي سي لا لازم ال دي ال لخطوره ال دي ال على الاثر سكلوز طيب نرجع السؤال بقى از بي تي هاي ريسك في كورونا هارت ديزيز يا ولاد فين هاي ريسك طب هو ار يور جولز احنا قلنا الجولز ها وات ار دايز تريتمنت هتدي له بقى هنا يا شباب تبدا بايه ليه ستاتين معنى ده ال دي ال وايه كمان مش في حاجه مهمه تانية فك بص في الحاله بس في الحالة يا سلام الدايبيتس يا ولاد قلت لك الدايبيتس حتى لو مش عنده دهون بياخد استاتين لو قلت لك لماذا اكتب استاتين هنا اقول لك نمره واحد عشان مش عنده ال دي ال وانا عندي هدف ال دي ال والتريجليسرايد مش معديه ال 500 مش انا عندي قلنا كل نكتب استاتين في كل الحالات ما عدا التريجليسرايد هل عندك التريجليسرايد معديه 500؟ يبقى استاتين طيب نمره اثنين هدفك ايه؟ عندك ال دي ال نعم يبقى استاتين نمرة ثلاثة سكر يبقى ستات الايج خلاص الايج لا ما حدش قال الايج ياخد ستات ما ينفعش ما حدش قال الايج ياخد ستات طيب
اللي بعديها سيبك من دي خلاص. حالة 10 58 year old man ده ريسك يا ولاد؟ ريسك. He recovered from anterior fracture. Anterior sorry ما يقدر يفرق. جانو الفرقش. يبقى ايه رأيكم بقى يا ولاد؟ يبقى الجول بتاعه كام؟ 75 لا أقل 100 حتى نشوف. 100 حتى نشوف. طيب. His fasting plasma total cholesterol 280. ال LDL بتاعه 150. He want to reduce his risk of further myocardial infarction by lowering his cholesterol. ماشي يا ولاد السؤال بصوا للاحمر بس الاسئله الحمراء انا عايزكم بس تركزوا عليها. What as a target total cholesterol would you aim for؟ انت عايز توصل لكام احنا قلنا هنا؟ اقل من كام يا ولاد؟ 100 ولا 70؟ 100 مش كده ما فيش حاجه هو عمد هذا ريسك العمد وايه كمان ما فيش حاجه ثانيه. الاتش دي انخفض مش عندي ما جابش سبت الاتش دي عنده ميكارد انفاركشن يا حبيبي ما هو اسكيميك هارت ما كلمه اسكيميك هارت تعني ايه يا ولاد انجينا انفاركشن اي حاجه من الحاجات دي اريزمي قال حاجه في الشرايين مرض في الشرايين اسمه ايه ادى اسكيميك هارت ديزيز تاخدوها الاسبوع الجاي اي اسكيميك هارت ديزيز قلنا ريسك فاكتور واحد هارت ديزيز اكم 70 لا يا ولاد اللي عنده اسكيميك هارت ديزيز ده يبقى اقل من 100 لو عنده اسكيميك هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز ايكويفالنت اللي احنا قلنا اللي هو السكر او بريفرال فاسكولار ديزيز او ميتابوليك سندروم برده 100 حاجه من دول لو الاثنين مع بعض يبقى 70 هل عنده الاثنين مع بعض؟ لا لا خالص. طب السؤال بقى اف ذا تارجت كوليسترول از نوت اتيند هاو كود يو ريديوس الكوليسترول عايز انت ما وصلت للهدف تعمل ايه يا ولاد؟ تعمل كومبينيشن مع مين هنا؟ ايه المشكله عندك الاساسيه انت حساسيه في ايه في الكوليسترول يبقى او الريزينز حاجه بتاعه او الفايبريت او النياسين ما فيش مشكله عندك كله بيخفض الكوليسترول كله بيخفض الكوليسترول هل عندك مشكله يا ولاد هنا قال لك كدني قال لك ليفر حاجه لا خلاص يلا اللي بعدين 45 سنه عنده البلازما توتال كوليسترول 105 ايه رايكم في الكوليسترول يا ولاد حلوه جميل التوتال كوليسترول 431 ايه رايكم؟ زايد يبقى اكتب المشكله اللي عندي زياده الكوليسترول حل المساله دي الاتش دي ال 53 ايه رايكم؟ حلو مفيش مشكله يبقى انا ولا هجيب سيرتي بقى ها؟ اتش دي ال النون اتش دي ال ولا التي سي على الاتش دي يبقى انا عندي هدف واحد اللي هو مين؟ ال دي ال برافو عليك خلاص بقى حفظنا الموضوع بقى مش عايز حد يغلط في الحاجات دي بعد كده طيب المهم اللي بعدين هي ستيكنج اتراكونازول مين الانتراكونازول يا ولاد؟ انت فنجس كلمة الزول يعني فنجس معلق في أي حاجة زول أخونا السودانيين يبقى زول يبقى هو إيه بتاع الفنجس خلاص؟ معلق الفنجس ماشي المهم هي هاد تو اولدر براذرز عنده أخين هو بوز دايت اوف مايكاردال انفاركشن أخين ماتوا من مايكاردال انفاركشن واحد عند سن 53 والثاني عنده 51 ايه رايكم بقى؟ ما في فاميلي هيستوري ولا ما فيش؟ يبقى كام ريسك على المريض كده دلوقتي يا ولاد؟ كده تعالى نعد كده تعالى نعد كده نمره واحد ايه؟ العمر صح؟ هذا واحد نمره اثنين كوليسترول لا لا الاتش دي ال كويس نمره اثنين الفاميلي هيستوري عنده تو ريسك بقى يعني صح ولا مش صح؟ ايه في ريسك تاني؟ دوروا كده 130 يبقى 130 هو عنده كام ال ال دي ال بتاعه؟ 130 لا ده التوتال طب حد يحسب لي ال دي ال كده مش بتحسب ولا ايه تحسب التوتال ناقص ايه الاتش دي ال زائد التراجل سرعة على 5 مش خدت المعادله دي اكتبوها الله يبارك فيك اكتبوها ال دي ال يساوي التوتال كوليسترول ناقص نفتح قوس الاتش دي ال زائد التوتال كوليسترول سرايد على 5 التوتال كوليسترول ناقص نكتبها احسن ولا ايه نكتبها كنا زمان ما كانش فيه تحليل يا ولاد فكنا نحسب ال دي ال، ال دي ال يساوي ايه؟ يساوي التوتال كوليسترول، صح؟ تمام ال دي ال هو جزء من التوتال كوليسترول ناقص افتح توس ناقص ايه؟ الاتش دي ال، صح؟ زائد مين؟ زائد اللي هو الحاجه الكوليسترول اللي موجود في الترايجل اللي هو الفيري لو الحاجات دي تساوي الترايجل سترايد تي جي على ايه؟ على 5 على اساس ان الكوليسترول ما يكون في الفيري لو دنس خمسها بس خمس الفيري لو دنس يساوي عند عندنا كام هنا يا ولاد 105 صح؟ على 5 بقى الكام؟ على 5 بقى 21 ليش دي اللي عندنا كام عندك؟ 51 51 يبقى كام دول الثلاثة؟ 70 صح؟ ناقص كام التوتال 400 وايه؟ 31 ولا ايه؟
صح؟ يبقى كام اللي هنا ال 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 دي ال 260 200 وكام؟ هو التحسيب على كيف؟ 260 3 من 11 8 كده ولا؟ 6 صح ولا مش صح؟ مظبوط حوالي 270 ده اللي هو الايه يا اولاد؟ ال ال دي ال والراجل انت عايز توصل له كام؟ 130 عايز توصل له كام؟ 130 يعني كام في المية تقريبا؟ كم في المية؟ 260 يا شيخ 368 مش مشكلة أنا عدد 368 عايز أوصلهم كام؟ 130 يبقى حوالي 50% مين اللي وصلك 50%؟ يبقى الأستاذ مين أنهي الواحد الرزاق بوتنت ولا الضعيف؟ القوي اللي هو الرزاق والحاجات دي خلاص انتهينا القصة دي كلها يلا ماشي نعم كنا بنقول عشان الدراج دراج انتراكشن يبقى لازم أعمل إيه بقى؟ أقلل الجرعة صح أو أشيل مين؟ اتركن احل بقى الموضوع عادي اشيل الاتراكونازول اكيد مكانه حاجه تاني هتعرفوها بعد الميل اللي مش بيعمل يعني بيعمل الفانجس بس ممكن يبدا لكم الكوزما الانزيم ماشي ماشي لا دي ماشي مش عليها حاجه ماشي دي الحاله ماشي ماشي دي الحالات بتاعت كده جنبل هي اخر حاله اخر حاله ارجو ان احنا نكون مشينا في كل الافكار وهي الافكار يعني خلاص عرفت الاساس والخطه عندك تحل اي حاله باذن الله تعالج اي مريض وانت مطمن وواثق من نفسك وما عندكش اي مشكله بالعكس واحسن من دكاتره كتير جدا جدا للاسف طيب علي 45 سنه ريسك ولا مش ريسك؟ مش ريسك اوكي ويز ليس ليبيدينيا اند هايبر تنشن يبقى هايبر تنشن عنده ايه ريسك طيب هي واز ادفايسد فور لايف ستايل ثيرابي If any blood pressure persists high after lifestyle change or me يعني هو لسه الضغط بتاعه عالي How should he be managed? Which drug اللي هي عايز اقول لك السؤال هنا مين الادويه اللي ما بترفعش الدهون بتضع عليوت الضغط احنا سائلينها من شويه انجيوتنسين و الفا بلوكر والكالسيوم شانل نكتبها ثلاث مجموعات انجيوتنسين كالسيوم شانل الفا بلوكر خلي بالك معايا بقى مال مين اللي بيرفع الزايسايد البيتا بلوكر بس طب يا حبيبي السؤال بقى تاني لو كانت البيتا بلوكر والزايسايد بحسن المرتلف ودول ما بحسنوش المرتلف تاخد الهوم تاخد البيتا رغم انها بترفع دهون اه ما عنديش مشكله ايه ترفع كام يعني 50% اللايف ستايل ينزل 50% دهون فهمت هذا الكلام عشان كده يسموا الطبيب ايه حكيم مش معالج معالج في معالج معالج بس مؤكد لما الطبيب حكيم بيوزن الامور مين اللي اصلح للمريض الحاله الثانيه Which diuretic does not affect blood level? مين الديوريتك اللي ما بيأثرش على البلد ليفل يا اولاد؟ انتوا خدتوا الزياسات بتأثر واللوب بتأثر اللي ما بيأثرش سبيرونو لاكتون. عارفينه ولا ايه؟ سمعتوا عنه؟ سبيرونو لاكتون اللي هو انتاجونست للالدوس اللي هتاخدوه ان شاء الله السنه الجايه. طيب وات از يور اوبينيون اباوت انتي اوكسيدنت؟ الانتي اوكسيدنت ثيرابي اللي هو الحاجات الخضراء وفيتامين اي ليس لها افكت. خلاصه الكلام عشان ما تضيعش وقت فيه. ليس لها افكت. يعني اعتمد ده المريض اكتب له فيتامين اي من الاكزخانه بالشيء الفلاني ويمشي عليه عشان اعالج الديستبيديما لا ليس لها افكت خلاصه الكلام حتى ليس لها افكت في الاثيروسكلروز ليس لها افكت في الاسكيميك هارت ديزيز للاسف لا. رغم انه في الباثوجينيسيس في اكسيديشن لل ال دي ال فاكرين يا اولاد ولكن عمليا لما جربوها العلماء ادوها المرضى وجرب عملوا تجارب وبتاع وابحاث لم تجدي فلا تعتمد عليها خلاصه الكلام خلاص كده في حاجه ثانيه كده يعني خلصنا الحمد لله حد عنده اي سؤال استفسار يا اولاد حد عندك نعم ايش الفيتامين الاخير فيتامين اي اي وفيتامين اي دول انتي اوكسيدنت ادك لا مش الادك اي واي اي واي دول انتي اوكسيدنت كانوا زمان بيفتكروا عشان الباثوجينيس بتاعت الاثير سكلروز فيها اوكسيديشن اللي هي فيكتبوهم وسي فما جابوش نتيجه خلاص يا اولاد حد عنده اي سؤال شكرا دكتور يلا شكرا السلام عليكم